المرة اللي فاتت ختمنا كلامنا عن الكون كان لذيذ، قلنا إن هو في عبارة كده بتقول إنه patients with chronic kidney disease، الناس اللي عندهم chronic kidney disease visit all doctors except نفرولوجيست. يعني هو الاعراض اليوريميك مش حاجات مقدمه في الاول. اليوريميك دي بتبقى في اللفظ بتاع اللي بيتقال عليه اند ستيج رينال ديزيز، واحنا عندنا زي ما قلنا كده عندنا ستيجز كتيره جدا، كل ده بنعتبره اوركاري كيدني ديزيز، وكمان بنعمل له سب كلاسيفيكيشن عن طريق الالبومين، لان كل ما بيزيد الالبومين بيزيد الجلوميريوسكليروسيس. طيب مش عارف الترتيب هنا كان بيقصد بإيه اللي بعمل المحاضرة، لكن ممكن يكون اناتوميكال مثلا، سيستماتيك، حاجات كتير، لكن النيورولوجيكال مش من الحاجات اللي بتحصل في الأول عموما يعني. لكن على طول لو هنرسم واحد كده تمام، و از سيستم طبعا يعني الهارت واللانج والجي اي تي وبتاع، فيبقى سي ان اس ايه في الاول كده، هو بيأثر على السي ان اس. طبعا غالبا السي ان اس ده بيبقى الاعنف فيه المشهد السي ده. ده واحد من الانديكيشن، ممكن نكتب قدامها كده indication of urgent dialysis، يغسل بسرعة. يعني ايه؟ هو حصل له ايه؟ هو غاب عن الوعي. يعني الشخص ده غاب عن الوعي، ايه اللي حصل؟ التوكسينز اللي هي اليوريا والكرياتينين والاسيدوزيس والبوتاسيوم وحاجات كتيرة بتحصل في المريض ده بتزيد وتتأثر، بتقدر تسبريس النيورونال سنترز، يعني بتقدر تسبريس المخ. فمن هنا بتيجي فكره انه بيجي له غيبوبه في المخ. دي الموست سيريس تي ام اس كيو. تي ام اس كيو واتس ذا اند ذا ايجنت انديكيشن اوف هيموداياليسيس، ايه اللي بنعتبره ايجنت انديكيشن اوف هيموداياليسيس؟ هي بدايه كده، لكن في حاجات في النص ممكن تخلي المريض ده يلف على دكاترة الأعصاب لفترة طويلة، ولو دكتور الأعصاب ده مش شاطر مش هيعرف يشخصه، لأن المفروض على الأعصاب ومش هيعرف يعالجه، بس يشخصه يشك فيه زي ما اتفقنا مرة فاتت، مرضى السكر، مرضى الضغط، مرضى المرضى اللي هم عندهم مشاكل كده قبل كده مش عارف إيه بقى اللي بيحصل له. بص اللي هي اليوريميك نيوروباثي، هو طبعا مش بيجي يقول أنا عندي يوريميا ما بنعرفش، لكن هو جاي بيشتكي من بولي نيوروباثي، يعني التهاب اعصاب عام كل الاعصاب، سنسو يعني سنس يعني سنسيشن اند موتور، سنسيشن والموتور ديستال. يعني ايه بقى ديستال؟ فهمك يعني ايه؟ يقول لنا بص ما تسمعوش السنه الجايه كتير قوي، يعني السنه اللي بعدها ان شاء الله، اللي هي ايه؟ بيقول لك بص يا دكتور انا عندي مكان الجوانتي ومكان الشراب مشكشك منمل، طبعا السكر يعمل كده لكن اليورين تعمل كده، ده اسمه سينسو. بقى ده كلمه ايه؟ سينسو. طيب امال ايه موتور؟ بص يا دكتور انا ما بقدرش امسك الكوبايه في ايدي، انا ما بقدرش امسك الكوبايه في ايدي، انا لما باجي امسك الكوبايه الكوبايه بتقع من ايدي. ديستال، هو عايز يقول ديستال لان في موقف في بروكسيمال، اسرح شعري بروكسيمال، انا بسرح شعري فعلا ماسك المشط في ايدي، لكن المفصل بيتحرك الشولدر خلاص، فالعيان ده بيسموه كده، بيسموه ديستال. ديستال يعني ايه؟ جيد. بروكسيمال يعني قريب، فهو بيبقى عنده ده ظاهره مش بس في الكلى، لكن ظاهره في التهاب الاعصاب الطرفيه. طب وبالنسبه لرجليه؟
مكان الشراب بيسموها، مش عارف سمعت عنها ولا لا، بيسموها جلاف اند سوكس، سوكس اند شرابات هايبوفيزيا. خلاص ده بالنسبه للسنسيشن. طب وبالنسبه للموتور، بالنسبه للموتور رجله بقى يقول لك الولاده لو لابس شبشب، الشبشب بيقع من رجلي، مش قادر يتحكم، مش قادر يتحكم في الشبشب. خلاص او احنا بنطلع السلم، ما اعرفش انتوا عارفين الحكايه دي ولا لا، برضه هي حاجات معلومات بيقولوا شويه، بنطلعه بالبروكسيمال وننزل بالديستال، فما تلاقيه مش عارف ينزل السلم، يطلع السلم كويس لكن ما اعرفش ينزل. انا طبعا ده مش مكتوب كل ده، بس انا عايز اديكم صوره يعني ايه الكلمه دي، مش كلام وخلاص، لا كلام موقف يعني في تفاصيل كتيره جدا يعني. خلاص طيب نيجي بقى لشويه الجمل اللي مسكوا في الحته دي، المفروض فهمنا هو جاي يشتكي من ايه، ويطلع في الاخر ايه يا شباب؟ لا ما عندوش مشكله في الاعصاب، ده هو اليورينيا، اليوريا والكرياتينين بتيجي للعصب وتروح نايمه عليه فتخليه ما يحسش او تخليه ما ينقلش اشاره الاوردر، انا عايز اتحرك اللي جاي من مخي، فتلاقي فيه مشاكل كبيره جدا من هذا السبب. طيب نيجي لجمله الام اس كيو دي، الجمله دي ام اس كيو بقى ايه؟ ان السنسري بيصدق الموتور، او بسياق اخر السنسري اهم من الموتور، السنسري اهم من الموتور. يعني هو كل الحاجات دي لو سالنا كده هو الاكثر يشتكي من سنسري ولا موتور؟ المفروض الاثنين، بس السنسري الاول. ادي جمله دي. طيب ايه اشهر حاجه سنسري تحصل له؟ رجليه كمان، يعني انت مش سنسري اسمنا بني ادم كده، وقلنا ده دي الجوانتي وادي الشراب، هو بيجي له شكشيك وشكشكه وتنميل. لا رجليه الاول في ظاهره اسمها ريستلس ليج سيندروم، يعني رجله ساعات تحصل له وهو نايم رجله منمله، مش عارف حسيته احساس النمل ده ولا لا قبل كده. ساعات لما نيجي نقعد قدام التلفزيون او نقعد في قعده فيها نميمه نجيب سيره الناس، فبنحط رجلينا تحتينا كده، فتيجي ترفع رجلك بعد القعده الفتره الطويله دي تلاقي رجلك ايه كانها مش موجوده، وكلها كده زي ما يكون ماشي عليها نمله كده. ده بيحصل ليه طيب؟ لان احنا لما بنعمل كومبريشن رجلينا كده البلاد سبلاي اللي رايح الرجل بيتقفل هنا، فالعصب كانه سكنك، فكاني مش حاسس برجلي. خلاص تخيل بقى مريض زي ده الكلى ده عنده الاحساس ده موجود، ولا هو قاعد على رجليه ولا حاجه. خلاص طبعا مين شهير اكتر مريض في الدنيا بيجي له الاحساس ده على طول؟ هو مين؟ مرضى السكر. ظاهره زي ما قلت لكم تيجي ممكن السنه الجايه ولا بعدها، اسمها القدم السكريه، اسمها كده القدم السكريه، لكن احنا بنتكلم هنا على الفشل الكلوي او الكرونيك كيدني ديزيز. طيب يبقى اذا ايه، ناخد دول كده مع بعض كده اهو، نحطهم في بالنا كده نرتبها. بيجي له نيروباسي سنسو موتور، السنسيشن مقدم الاول، الرجل قبل الايد في ظاهره اسمها ايه؟ ليسترس ليج سندروم، الرجل غير المرتاحه، ترجمه الحرفيه ليسترس ليج سندروم او بيرننج، احساس ان في حرقان. كويس ايه كمان بقى؟ ايه كمان ليه علاقه بالنيوروباثي؟ عندنا برضو حاجه خدناها سنه اولى يمكن او ثانيه اسمها الاوتونوميك سيستم. وظائف كده لا اراديه كده ربنا اداها لنا نعمل بيها، نعمل بيها حاجات كتير. سنسور
خلاص طيب، ايه الاوتونوميك بقى؟ الاوتونوميك ده بيعمل مجموعه من الوظائف زي ما قلنا كده اللا اراديه كده. واحد من الحاجات اللي بيعملها الاوتونوميك سيستم، طبعا احنا بنرجع بس ايه هو الاوتونوميك اللي الكلى هتاثر عليه. واحد من الحاجات اللي بيعملها الاوتونوميك سيستم ان لما نيجي ناكل بيشغل حاجه اسمها جاسترو كوليك ريفلكس. لما عايزين نخش الحمام الزرع اسمها ايه؟ اسمها جاسترو كوليك ريفلكس. البني ادمين كلهم عندهم الحكايه دي. مين اللي بيعمل الحكايه دي عندنا؟ الاوتونوميك سيستم. ايه الحاجه التانيه؟ لما نبقى قاعدين على كرسي كده لفتره طويله نيجي نقوم، فالدم بيحصل له بولينج في الرجل كده، فعشان ما يحصلش دوخه الاوتوماتيك سيستم بيعمل بازو كونستريكشن. الحاجة الثالثة اللي بيعملها الاوتونوميك سيستم السيكشوال فانكشن. الباراسمباثيك بيعمل اريكشن والسمباثيك بيعمل ايجاكيوليشن. تمام؟ لما الاوتونوميك ده ينفذ برضه عصبي عندنا في السي ان اس، ما اعرفش برضه خدت الكلام ده ولا لا قبل كده، بس احنا عندنا الانتيور سيل دي بتاعت الموتور، الانتيور سيل بتاع السنسري، واللاترال هورن سيل دي بتاع الاوتونوميك سيستم. فدي حاجه بتيجي، قصدي جهاز عصبي فيها تحكم من الجسم يعني. الناس اللي عندهم يوريميا دول هو اليوري عالي اسمهم يوريميك سندروم زي ما قلنا، بيأثر على السنسري زي ما اتفقنا، الموتور احيانا. لكن بص لما يجيب الاوتونوميك بقى يبوظ العصب الاوتونوميك ده، فالحاجات اللي كان بيعملها دي ما تحصلش. كنت لما ابقى قاعد فتره طويله اجي اقوم يحميني الاوتونوميك سيستم من الدوخه لما يبوظ الاستكشن. فعشان كده واحد من اعراض الاوتونوميك ديس فانكشن ايه؟ الكلمه دي بوستشر هايبوتنشن. يعني ايه الكلمه دي اصلا؟ معناه ان لما اجي اقوم احس بدوخه بس اكون قاعد دي فتره طويله. هو هنا مش جايب السيره قوي بس يمكن تيجي بعد شويه. قد تجد عند المرضى دول سيكشوال ديسفانكشن، قد تجد عند المرضى دول مشاكل في الجي اي تي، هتيجي بعد شويه بس طبعا مش هيحب يحطها هنا. بس ايه مشاكل الجي اي تي؟ تاكل يجي لك امساك، او العكس يجي لك دايريه. ازاي؟ الالكترونيك يتلخبط فيشتغل من غير اكل. هو المفروض اسمه ايه الرسمه اللي كنا رسمناها من شويه دي كانت بتقول كده. انا عندي ثلاث حاجات رئيسيه، جي اي تي سيكشوال وموضوع البلاد بريشر. تعالى نعمل الالكترونيك ديسفانكشن هيبوظوا كلهم. لكن هو محب يعني في المحاضره هنا مش جايب سيرتهم بشكل قطعي غير الكلمه بتاعت البوش، لكن قد تاتي بعد كده. فاهم؟ مثلا لو جيت قلت لك والله اليوريمي عنده دايريه، تبقى انت فاهم عنده دايريه منين؟ عنده كونستبيشن منين؟ تقول لي طب ليه بيجي له دايريه اصلا؟ ليه بيجي له كونستبيشن؟ لان بيسموه ديسفانكشن. ديسفانكشن معناه ايه؟ مش معناه وقف، معناه ابنورمال، بيشتغل وحش، مش بيشتغل في ميعاده مثلا. فدي حاجه مهمه جدا جدا جدا. خلاص يبقى اذا ايه؟ جزء تاني من الجي من السي ان اس اللي ممكن يحصل الظاهره دي، ده سي ان اس وده سنسوري. خلاص؟ واحيانا موتور. موتور اللي هو زي ايه؟ موتور ايدي سايبه زي ما قلت لكم، او رجلين مش عارف يمسك في الشبشب زي ما قلنا كده، واحد في الشبشب، او مش بيعرف يعمل حركات برجليه ديستال، زي مثلا انه مش عارف يسوق. احنا بنسوق ندوس الفرامل والبنزين وكده برجلينا، هتلاقيه ممكن يحصل له كده. طيب
نيجي بقى لحاجات مور ادفانسد او مور سبيسيفيك شويه. هو جايب سيرتها هنا، دي بقى مش مع كل اليوريميا ولا حاجه. ايه بقى؟ في عندنا حاجه قلناها في الدياليسيس مرتبطه حاجه بقى ايه، تعتبر في ستيج بقى ايه، غسل خلاص العين. احنا قلنا ان الغسيل ان السي كي دي مجموعه من المراحل، جي مش عارف 1 وجي مش عارف 2 او 1 2 3 4 5 حاجات زي كده. فمعانا برضو من ضمن الحاجات دي ايه؟ دياليسيس. وبرضه هنا بنتكلم على مش بس الكومبليكيشن بتاع كل كيدني ديزيز والكومبليكيشن بتاعت الدياليسيس برضه بالمره. واحده من عيوب الفلتر بتاع اللي هو الفلتر العادي بتاع الهيموداياليس العادي اتش دي ده، انه مش بيعرف يشيل البيتا 2 مايكرو جلوبل. قلنا الحكايه دي قبل كده. وبعدين لما مش يعرف يشيل البيتا 2 مايكرو جلوبل بيحصل ايه؟ العيان بيجي له حاجه اسمها دي ار اي. باختصار ايه دي ار اي دي؟ دياليسيس ريليتد امايلودوس. البيتا 2 مايكرو جلوبل دي ماده بتطلع في الجسم كانت الكلى بتتخلص منها. الراجل ده وصل لمرحله الكلى باظت فلسه. برضه هيفضل يجي له كومبليكيشن اسمها كده. بتعمل ايه الدياليسيس امايلودوس ده؟ هتروح تيجي تدوس على العصب. فين في العصب؟ في ظاهره مرض شهير جدا اسمه كاربال تانل سيندروم، بيسموه سي تي اس. اللي هو ادي هنا كده وفي هنا ماشي ميديال نيرف. اجي في الحته دي كده واروح حاطط الامايلودوسيس ده فيضغط على الميديال نيرف، هتلاقي الايدين مكهربة. الايدين مكهربة وفيها ويكنس وفيها ضعف. هتقول لي طب ايه يعني؟ ما ده ممكن يكون، ما ممكن ده يكون من البريفرال نيوروباثي اللي قلناه فوق. لا بس ده يونيلاترال، يعني في ايد واحده بيحصل في مكان واحد واخد. برضو الكلام ده بالنسبه لكم بيزك، يعني واخد الديستوشن بتاع الميديا نيرف بس. لان انت عندك في المر وفي راديال، على الاقل في المر وميديال، فهو واخد الحته بتاعت الميديال نيرف بس. عارف يعني ده اسمه ايه؟ انتريبمنت. انتريبمنت دي معناها ايه بالعربي؟ عصب مضغوط. يبقى كده العصب تم الضغط عليه، او بالعاميه خالص عصب مزنوق. زي قايمه الامتحانات، عصب اتزنق، مضغوط عليه اتزنق خلاص. فده سموه دي ار اي، دياليسيس ريليتد او اسوسييتد مايليدوزس. والراجل كان دي حته تيجي في الانترفيو ازاي؟ يقول لك هاو تو افويد، ده اغسل الاتش دي اف اللي هو الاتش دي اف اللي هو فلترز. لا عنده قوه غير قوه الديفيوجن. كان في دوت بيقول لك تشينج دي بقى عنده حاجه ضاغط على البشعيرات دي مضغوط عليها بقوه من بره خلاص. فالضغط ده بيروح مطلع من الفلتر البيتا 2 مايكرو جلوبل، فحاجه تضغط على البلط تروح مطلعه لنا البيتا 2 مايكرو جلوبل. ده الفلتر ده اسمه ايه؟ ده اسمه اتش بي اف. يبقى انت مش عايز يبقى في عندك داسيت امايلودوسيس. يخسر. قلنا الحكايه دي لو فاكرين، الحكايه دي مش متاحه في مصر بالمجان، حاجه بفلوس ان الناس تخسر بالهيموفلتريشن او الاثنين مع بعض. الهيموفلتريشن موجود في الاساس، استفدنا حطينا قوتين، فيا اما هيموفلتريشن او هيموفلتريشن. لكن يعني واحد بيغسل وجاله كاربال تانل سندروم. معلش برضه اكتبها لانها مش مكتوب. ايه الكومبليكيت، ايه المرض المتوقع يكون جاله؟ دياليسيس اسوشيتد امايلودوسيس. السؤال اللي مسؤول اللي بعده، هاو تو افويد الحكايه دي بالهيموفلتريشن او بالهيمو دايفلتريشن. المهم ما يكونش اتش دي، ما يكونش دياليسيس بس، يكون ايه؟ زنقنا على احنا الفرق بين الهيموفلتريشن والهيمو دياليسيس بالسيوتس. نقل الاسموت الجريتيد، القليل الكتير يدي القليل،
طيب ولو اتساوي ما يتنقلش، احنا عاملين ايه؟ مدين قوه ضاغطه ثانيه على الفلتر، بريشر جهاز كده عامل بريشر على الشعيرات، ومطلع سوليوتس اكتر. ده سموه هيمو ايه؟ سموه هيمو فلتريشن. لما جم يستخدموا الهيمو فلتريشن مع الدياليسيس بيسموه ايه؟ هيمو داي فلتريشن. هيمو دياليسيس وفلتريشن، دم بنعمله دياليسيس وبنعمله فلتريشن في نفس الوقت. خلاص طيب. برضه امور سبيسيفيك انه احنا بنعمل شنط، حكينا الحكايه دي المره اللي فاتت. اكتر شنط بتتعمل بتبقى اسمها راديو كيفاليك، بيفتحوا الراديال الكيفاليك فين في الحته دي في الدياليسيس. طيب انت بتفتح ايه؟ الراديال ارتري، بيفتحه على الفين. فالراديال ارتري كان بيدي بلاد للايد مثلا، فتلاقي الاعصاب بتاعت الايد جالها سكيميا. الاعصاب اللي اسمها ايه؟ جالها سكيميا، فسموه سكيميك نيوروباثي. ليه جالها سكيميا؟ لان انا باخد البلاد اللي رايح للايد بحوله على الفين، فكده عملت شيفت للبلاد. طبعا دي بتبقى مش كومن كومبليكيشن بصراحه، غير لما يكون اللي بيعمل الجراحه واحد مش شاطر. وبالتالي الجراح لو مش شاطر هيعمل ايه؟ هيفتح فتحه كبيره قوي. على فكره بنلاقي، مش عايز ندخل في تفاصيل يعني تبقى الدنيا صعبه عليكم، احنا بنلاقي ايد العيان اللي عامل شنط لما يكون الدكتور الجراح ده وحش، يعني مش بيفهم، ودي متلجه ساقعه، ودي ثانيه كويسه. لان البلاد فلو بتاع الايد اتاثر. واحد من الحاجات اللي بتاثر في البلاد فلو بتاعت الايد ايه؟ الاعصاب كمان، فسموه سكيميك مونو نيورونز. برضه بنلاقي ايه؟ الايد اللي فيها الشنط بس، او اثناء الغسيل بس، حاجه غريبه جدا. اذا عندنا نقدر نقول يراميك نيوروباثي ده اللي عايز يكتبهم كده بشكل عام. في حاجات عامه خلاص، وحاجات خاصه خلاص، حاجتين يعني. العام ده سنسو موتور، السنسيشن هو الاول، الرجل هي الاول. والاوتونوميك ديسفانكشن ده بيحصل في الكل على هيئه ايه؟ على هيئه بوسترال هايبوتنشن. طب وايه الحاجات الخاصه؟ قد يكون ليها علاقه بالدياليسيس، دياليسيتد اميلودوسيس اللي بيتسمى انتراكمنت نيوروباثي، يبقى ميديان نيرف غالبا والارنب ممكن. الحاجه الثانيه كومبليكيشن من الشنط، ادي معنى كلمه فاسكولار اكسسير، العيان يجي له في ايد واحده سكيميك نيوروباثي. اللي هم كام حاجه؟ حاجتين. طيب لكن لو خدنا النيورولوجيكال كوميونيكيشن تاني بس عشان نبقى فاهمين، لو خدنا النيورولوجيكال كوميونيكيشن هي على ان اسمه دبليو الموست سيريس اند انديكيتد فور دياليسيس مش عارف مين من عفريت العفريت هي كذا. طب والنيوروباثي اهو عام وايه؟ وخاص. الاسئله اللي عليه برضه في الام اس كيو، بيحب السنسوري ولا الموتور؟ السنسوري الاول، هو الاثنين يحصل. خلاص. طب ايه الكومبليكيشن النيوروباثي المرتبطه بالفاسكولار اكسس اسكيميك نيوروباثي؟ بيجي عليها اختيار. نكتبها من الاول كده بس عشان نبقى برضه جاهزين قبل الامتحان برضه، نبقى عارفين ايه المشكلات اللي بتيجي في الحته دي. طب ايه الدياليسيس ريليتد نيوروباثي؟ اسمه دياليسيس ريليتد امايلودوسيس. بيعمل مرض اسمه ايه؟ كاربال تانل سندروم. يبقى ضغط على انه عصب الميديان او الارنب اكتر اللي بيسموه ايه النوع ده من النيوروباثي؟ انترابمنت. انترابمنت حرفيا معناها ايه؟ اتزنق. خلاص؟ طيب نيجي للجزئيه الاخيره، دياليسيس ديمنشن، حاجه ليها علاقه بالدياليسيس. ودي بتتشاف اكسكلوسيف في الدياليسيس، في الهيموداياليسيس. خلاص؟ ايه بقى الخاصه دي؟ دياليسيس دمنشن. طبعا عندنا شرحت لكم الديس اكليبريم سندروم. الدمنشيا طبعا بالعربي معناها النسيان، مش الكوما. فهو هنا بنلاقي ان العيان يبقى دمات، يبقى ناخد منها جمله مسكه مهمه جدا. ايه الاكسكلوزيف دمنشيا اللي ريليتد للهيموداياليسيس؟
اسمها دياليسيس ديمنشن. اللي هي ايه بقى؟ لان هي لها تفاصيل. احنا في الوقت الغسيل بنمر على المرضى الصبح كده خلاص، فبنلاقي انه العيانين النهارده مش فاكرين هم كلهم، كل المرضى، مرضى جنبين جنب بعض كده على سرير جنبهم الماشين كده خلاص. فساعات تلاقي ان كلهم، كل المرضى ناسين. ناسين ايه؟ ناسين اساميهم، ناسين ساكنين فين، ناسين الدكتور. المهم في ظاهره نسيان. ده لو لي علاقه بايه؟ بص، احنا عندنا في الغسيل بنيجي ناخد، بنيجي للميه بتاعت الحنفيه دي بنحطها على جهاز اسمه او حاجه موجوده في المستشفى اسمها وحده معالجه الميه. ومواسير الميه اللي بتطلع لوقت الغسيل بتبقى لونها مختلف شويه، بيقف قدامها المشين بتاع الغسيل كده، بندخل ميه على المكنه زي الوصله الغساله. عارفين الغساله في الاوتوماتيك بيبقى ليها وصله كده، فاحنا بنعمل وصله لكل مكنه بحيث الميه اللي تدخل على الدايليزيت المحلوق المسحوق يعني تعمل مسحوق وتلف زي ما شرحنا كده في الدايليز خلاص. لكن ما ينفعش ناخد من الحنفيه على العين ولا حتى المياه المعدنيه، ما ينفعش، لان انا عايز اشيل كل المعادن من الميه. ميه الغسيل دي اللي في كل سيشن العيان بيستهلك حوالي 20 25 لتر ميه، زمات الحقن كده. عارفين بقول لك ان احنا نكسر ميه، نكسر ميه الحقن دي هنكسرها على الحقن. فبيعملوا مصنع في المستشفيات او في وحدات الغسيل، مصنع ميه تمام. مين ايه بقى لو الموضوع ده خدناه بالتفصيل هتكره كوبايه الميه اللي انت بتشربها من الحنفيه او حتى بتشربها الميه المعدنيه في مصر. ليه؟ في بكتيريا وفي توكسين وفي فيروس وفي مش عارف ايه. المهم في حاجه مهمه جدا اسمها ايه؟ الامونيوم. احنا في البني ادمين لما بنشرب الميه خلاص وفي الامونيوم وكل حاجه، الجي اي تي بيتخلص منها. لكن انا في الدياليسيس مش بدخلها على الجي اي تي، لا ده انا بدخلها على دم العيان. فالالومنيوم لو الفلتر بتاعه بايظ، وفلاتر كتير جدا، الواحد دي عباره عن مجموعه من الفلاتر، ده بيسلم ده وده بيسلم ده لغايه ما يطلع لك ميه نظيفه جدا، ميه ملهاش طعم، ميه طعمها زي الزفت خلاص. ففي ظاهره كده مهمه جدا اسمها ايه؟ ظاهرة مهمة جدا اسمها ايه؟ اسمها الامونيوم ديمنشن. اكتبها بقى مغيرها كده، الامونيوم ديمنشن. دي مالها بقى؟ لا دي في حاجة غلط هنا. ليه ما ديمنشن؟ الوحدة دي فلاتر الالومنيوم بايظة. طبعا لان الوصله المكان بينقل لكل المرضى، فزي ما قلت لكم انت هتلاقي المرضى كلهم بيشتكوا نفس المشكله النهارده في اليوم ده. فيها ميزه انها ايه؟ ريفرسبل، يعني بتتحسن. العين بقى بيجي له ايه؟ ديزارثريا. يعني ايه ديزارثريا؟ يعني فيلر اوف ارتكليشن، مش عارف يقول جمله على بعضها، بيقطع. منتال تشينجز، حاجات عقليه زي النسيان. طيب هالسينيشن، نشوف ناس مش موجوده، هالسينيشن دي معناها كده يشم او يشوف او يحس حاجات مش موجوده، دي معنى كلمه هلاوس بالعربي. مايوكلونس، يعني العضلات بتتخش كده، او توصل لمرحله ايه؟ سيجرز يعني كونفكشنز. كل ده يجي ازاي بقى؟ لما يقول لي ان دي ظاهره مرتبطه بالهيموداياليسيس، العيان بينسى بعدها، عم بيغسل وجي يغسل النهارده لقى ناسي، لقى ناسي في السيشن، او عنده منتال تشينج في السيشن. والكلام ده جنرالايز موجود في كل الناس، ممكن يكون مرتبط بالايه؟
بالالومنيوم ديمنشن، ضرب الالومنيوم ديمنشن. طيب نيجي للجزئيه الاخيره اللي هي اليوريك اسيد، احنا قلنا ان عليها سؤال مهم جدا اللي هي مساله انه اتس سيريس كومبليكيشن، بتوصل لديس خلاص، واحده من الانديكيشن اوف ارجنت دايلسيس. دي بتظهر طبعا، دي ما لهاش دعوه بالدايلسيس، يعني دي مش بتيجي من الدايلسيس، بالعكس بتيجي نتيجه عدم الدايلسيس، عدم الغسيل. زي عيان كده قال لنا يا جماعه انا مش هغسل، انا عايز اموت كده، مش عايز اتحط على الجهاز دوت. في ناس كتيره بتكره الغسيل. طيب ايه اللي بيخليك تقول ان العيان دخل في يورينيك انسفالوبس؟ حاجات كتير. واحد عنده الكرياتين بتاعه عالي، او اليوريا، او كيدني ديزيز، او ايفر ستيج، بدا يدخل في كوما، غيبوبه، ده يدخل في كونفالجنز، بدا يدخل في ديليريوم عصام كده. بيجي له حاجه مهمه جدا 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 ورخمه اسمها استريكسس. العقليه اسمها ايه؟ خدوها السنه الجايه بقى. اسمها فلابنج تريمورس، اللي هو ايه؟ العين يشد ايده كده، يعمل ايده كده، تلاقي ايده بتعمل كده، دي اسمها استريكس. دي موجوده مع الاورجن فيلير. الحكايه دي ان الواحد ما يقدرش يسند ايديه، هو معناها ان انت وصلت لمرحله ان الجوينتس اللي في حاجه كانت علينا في السنه الثانيه باين او حاجه كده اسمها ديب سنسيشن، سنس اوف بوزيشن اند سنس اوف موفمنت، عمق الاحاسيس كده، ان المخ بيحس بالمفاصل. يعني انت انا وانا قاعد دلوقتي مش بص رجلي، عارف رجلي بتعمل ايه؟ بتتحرك، متنيه، الركبه متنيه مفروده، ده اسمه سنس اوف بوزيشن. فهنا العيال لما يجي له اورجن فيلير زي اليوريميا كده العاليه، تخلي المخ يفصل فما يحسش بالجوينت. فتلاقي لما يعمل ايديه كده يتقع على القوس، تقع على ما يقدرش يسبورت الهاند في حاجات، بيسموه اكستنشن، بيسموه اكستنشن. خلاص تمام. والريفلكسات بتاعته، ريفلكسات يعني لما تخبط على التن كده الجوينت بتعمل كده، بتحس يعني بتتحرك لوحدها كده، اسمها هايبر ايه؟ هايبر ريفلكسي. خلاص. لكن بيقول بقى جمله مهمه جدا، الكلام ده ممكن يحصل في اي انسفالوبس. الجمله دي ترجمتها كده، عاوزين نعرف الترجمه الحرفيه. الكلام ده ممكن يحصل في اي انسفالوبس، او بتتقال انسفالوبس، اثنين صح. فيشترط انك تكسكلود، لازم يطلع عنده الانجايتس، لازم يكون عنده واخد هيروين ولا مخدرات ولا حاجه، ولا عنده نزيف في المخ، فالواحد ما يتسرعش واليورينيا غير بعد الاسفل. لكن عندنا كذا جمله مهمه، اليورينيك انسفالوباثي من الحاجات الانديكيتد فور ايرجنت دياليسيس. اليورينيك انسفالوباثي واحد من الانديكيتد اوف ايه؟ ايرجنت دياليسيس. اليورينيك انسفالوباثي وصاحبه استريكسيا. كلمة استريكسيا دي كلمة معناها ايه؟ معناها فلابنج تريمورس. فلابنج تريمورس لو بسبب ايده كده تلاقي ايده بتقع على ده وترقص. طيب واحد من السي ان اس كومبليكيشن بتاع الكورونيك كيدني ديزيز حاجة مرتبطة بالدياليسيس. شوف كده الترتيب بس هو متلخبط شوية، لما كنا نحط الدياليسيس ديز اوكليبيوم سيندروم بعد الدياليسيس ريت امايلوجيس والبيتين كده ماشيين مع بعض. اسمه ديز اوكليبيوم سيندروم، كنا اتكلمنا عليه قبل كده. ده لو انتم فاكرين ده واحد زود جرعه غسيل اول مره بالعربي كده على طول. ده بيبقى عباره عن ايه؟ بني ادم كده داخل يغسل، النايب مش فاهم، بطيخه كده اهو، راح قال له اغسل 4 ساعات. هو معروف ان هو يغسل 4 في 3. ايوه يا حبيبي صح، بس في اول مره مش كده، في اول مره ساعه ونص، بعدين تاني مره ساعتين، بعدين تالت مرة 2:30، بعدين تالت مرة مش عارف 3 ساعات، لغاية ما نوصله الأربعة دي بالراحة. لأن أنا لو جيت غسلت له انتنسيف مرة واحدة
هيتشال اليوريا من البلط اللي انا مش هتشال من المخ، فالمخ يعمل رد فعل عكس يسحب المايه ناحيته، فالمخ يورم يخش في مشاكل كتير. خلاص؟ طيب نشوف هو هنا جاء لانه اتقال قبل كده طبعا، بس يعني ده سطحي، كان سطحي شويه. يوم بيقول ايه؟ بيقول it manifests with neurological symptoms that affect the speech when they are undergoing their first IBMSQ. لما انت تقول لي طب ايه الفرق بينه وبين اللي قبلها؟ لا اللي قبلها ده ما غسلش. اللي قبلها ما غسلش خالص. خلاص؟ لكن ده اول غلسه حصل كده. او ايه؟ او يغسل بعد ما كان مفوت 20 غسله، واحد كده اكتئب ربنا يعطينا يا رب دي اغلاط صعبه. فقرر ما يغسلش، انا عايز اموت، انا كل شويه اروح اغسل، الغسيل ده بقى مستمر. فجي مره كده بقى انا مش هغسل، قعد اسبوع ما يغسلش، قعد شهر ما يغسلش مثلا. وجه اقتنع بعد كده، ولاده قعدوا يصلحوه كده كده، وفجأة برضه هتعامله كانها اول سيشن، وممكن تكون ايه؟ فيرست هيموداياليسيس سيشن اور ريكومنسنج تريتمنت، عاد هيرجع تاني للعلاج افتر مالتيبل بيس تريتمنت، كان بطل يغسل. بيقول لنا بقى دي غالبا بتسوس رابيد ريدكشن ان هاير ليفل هيموداياليسيس، فبتعمل رابيد سوليوت ريموفال lower extra cellular osmolality thereby leading to water shift من الاكسسوال انتسيرال كومبارتمنت. الكلام ده كله برضه جوه الدماغ. الكلام ده بيتكلموا على ايه؟ جوه الدماغ. مما ادى للسبابيتي، صداع، نوزيا، نوشيا، سبب كده نوشيا، نوزيا، كونفيوجن، بلينج اوف فيجن. خلاص؟ وقد تؤدي ساعات للكوما والوفاه. طيب how to avoid using low clearance filter. ممكن نستخدم في اول جلسه، في قاعده بتقول ايه؟ اول جلسه قاعده مش لازم تشتغل غسيل ولا حاجه، بس يعني هتفهم الكلام ده، تبقى جلسه وحشه. يعني ايه قصده جلسه وحشه؟ مش لازم تشيل كل حاجه اول مره، معلش بالراحه، بس ممكن تستخدم فلتر. مش لازم بقى اقول لكم حاجه ثانيه، نعمل اتش دي اف اول جلسه ولا اتش اف او اتش دي عادي؟ اتش دي اللي خلينا نعمل اتش دي اف. اتش دي اف يعني هنعمل كونفكشن مع الاوزموزس، يعني قوتين. لا ليه؟ ليه كده؟ بالراحه. فعشان كده بيسموه لو كيف لو افيكسي او لو كليرنس فلتر او سمول اي بق من الابقى دي، وده برضه مهم. اسمه مهم. واتس يور ريكومنديشن فور ذا فيرست سيشن؟ ايه طبعا نصايحك للفيرست سيشن؟ خلاص غير فكره انك تغسل بالراحه وشورت ديوريشن مش عارف ايه. خلاص؟ اول ريكومنديشن جلسه وحشه. طب الجلسه الوحشه دي ايه عمليه فيها؟ اولا الفلتر يكون وحش. مش وحش ولا حاجه، يعني فلتر بتاع الاطفال استخدمه للكبار مثلا. طب نقول عليه ايه ده؟ بنقول عليه لو كليرنس، او نقول عليه بتاع الهيموداليس عادي اي حاجه. وبعدين لما تيجي تسحب الدم خلي البامب واطي، يسحب الدم، البامب بتاع المكنه ده يسحب البلط بالراحه برضه، خليك في 150 مللي بير مينت مثلا. وبعدين خليهم ساعتين، ساعه ونص. يبقى في عندك ايه؟ كل مواصفات الجلسه السيئه. يعني لو انت بتغسل مثلا، لو حد مريض بتعرفه بيغسل مكان وحش هتلاقيه بيغسله بالطريقه دي طول اليوم، ما فيش امكانيات او هو حمار اي حاجه. خلاص؟ لكن الفكره ايه؟ ايه هي مواصفات الجلسه الاولى؟ اول حاجه لو كليرنس فلتر، فلتر وحش سمول سيرفيس ايريا وكمان صغير. وبعدين الانيشال تريتمنت يبقى يوتلايز سيفرال شورت ديوريشن 2 اورز اوف دايليسيس مع لو بلاد فلو، بلاد فلو يكون قليل. وبعدين السكند ديلي بيزس نبتدي بقى نرفع شويه، نزود 50 مللي كل سيشن. كان 150 مللي نغزي والله المره الجايه 200، المره الجايه بدل كانت الجلسه كانت 2 ونص، كانت الجلسه ساعتين خليها 2 ونص.
خلاص معايا. يبقى دي من الحاجات المهمه جدا 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 في الاستخدام. ممكن نعمل الترا فلتريشن، مش دالس، نشيل الميه، ما تشيلش اليوريا في اول جزء، تشيل الميه الزياده اللي في الجسم. يبقى انت ما فيش عندك ديزوكليبن اصلا، الديزوكليبن ده عباره عن ميه زياده في الجسم العين. فممكن نستخدم في اول سيشن ايه؟ العين الفوليوم المفروض عليها ميه، خليه الفلويد ريموفال بس، لان احنا قلنا برضو ان على مكان الغسيل في زرار بتدوس عليه كده يعمل لك سحب ميه بس يوقف. وممكن اعمل الترا فلتريشن. يبقى عندنا كام بريكوشنز، احتياطات يعني ينفع نعملها في البيت. على فكره الكلام ده بالنسبه لكم ممكن يبقى اهبل، يعني مش فاضيين نفهم الكلام ده فوقك، يعني هو ادفانس كتير، لكن بالنسبه للي شغال كلى مهم جدا. في ناس كتير جدا بتموت في اول سيشن، متخيل واحد جاي يغسل مات ليه؟ لان اللي قبله كان مش فاهم حاجه خالص، فلما جه يغسل له قال ده دخل بقبلها كوريا يوريا 250 وكرياتين 10 ارقام عاليه يعني، اتخض كده. انت برضه التدخل بعنف مع المريض ممكن يعمل لنا مشاكل، ممكن يعمل لنا مشاكل. طيب لو كان حصل اوريدي، في ناس بتريكومند ان احنا نستخدم المانيتول، ما اعرفش مش جايه هنا بس ممكن تبقى مكتوبه هناك. نجيب مانيتول ونديه للعيان او جليسرول ونسحب الميه الزياده من المخ لو كان اوريدي حصل. او في ناس بتقول نعمل الترا فلتريشن، في كل ده ينفع، اسحب ميه يعني ووقف الدايلس شويه. خلاص يبقى نوقف الدايلس شويه ونستخدم برضه لو هنغسل مره ثانيه لما لغايه ما العين يظبط لو كليرانس فلتر، فلتر وحش الديوريشن بتاعتنا تكون قصيره، البلاد فلو ريت يكون قصير وهكذا. اذا دي فكره ايه؟ فكره العلاج. طيب اذا النيورولوجيكال في حاجات مهمه ممكن نقسمهم كده تاني، دياليسيس ريليتد و كرونيك كيدني ديزيز ريليتد. دياليسيس ريليتد، في دياليسيس ريليتد امايلودوزيس تقريبا بعد 5 سنين على الاقل من الغسيل، ياخد وقت طويل وغالبا العيان ده بيغسل بطريقه وحشه، بيغسل بال اتش دي مش بيغسل بال اتش دي اف. او فيرست سيشن ريليتد، ده اسمه ايه؟ فيرست سيشن او عاد بعد عده جلسات ليكن يغسل جيدا، او عاده بعد عده جلسات كان واقف الغسيل، ده بنسميه ايه؟ بنسميه ديس ايكوليبريم سيندروم. السي كي دي ريليتد في النيوروباثي شرحناه، ده سنسور اكتر منه موتور مش كده؟ الرجل بيجي لها ريست ليج سيندروم، الرجل بتبتدي الاول. خلاص طيب، وفي اليوريميك انسفالوبيزم من كتر عدم الغسيل جاله ريميك سيفلوس، جاله غيبوبه. وهو عايز يقول لك الغيبوبه دي خلي بالك انت محتاج انك تكسكلود الاثر، ايه عايزين نشيل الاثر كوزز عشان تطلع مشكله. وخلي بالكم من كلمه استريكس دي معناها فلابنج تريبس، ودي بتحصل مع الاورجن فيلير مش بس مع الريمش، دي حاجه بتحصل مع الاورجن فيلير مش بس مع الايه؟ مع الريمش. طيب نيجي للجي اي تي. بصراحه الجي اي تي حاج ربنا اكتب عليها كده، اول حاجه بتحصل ايه بقى اللي بيحصل؟ وده بص وليها كده ترتيب لذينة، يعني العين يعني من اهم الحاجات اللي بتحصل في الكره الكبدي. بس هو مرتبهم برضو الترتيب وكلام جنب بعضه كتير كده، بس هو مش كلام يعني حلو مش وحش. ايه بقى اول حاجه؟ اول حاجه العيان حاسس بميتاليك تيست، يعني اول حاجه تحصل من بقه كده لغايه الناس، العيان اليوريا عاليه تروح مفروزه في السلايف، تفرز في السلايف. خلاص فالعيان حاسس بطعم اليوريا ده في بقه، ده بنسميه ميتاليك تيست، يعني ان انا ايه حاسس بطعم غريب، حاسس بطعم غريب اللي بيسموها ديس ابنورمال جوزيا، احساس بطعم حاجه غريبه في بقي. ساعات بتحصل معانا بس بقى لسه
لما بتاخدوا ادويه فلاجيل، حد منكم جرب الفلاجيل؟ بيعمل ميتاليك تيست الفلاجيل. الادويه ساعات تفرز الصلايب، لما تفرز الصلايب بتدي طعم. العيان دي قال لي كده. وساعات اشم ريحه بول في نفسي، ربنا يكفينا الشر يعني. يبقى اذا اول حاجه بتصل جي اي تي، ودي مش شكاوى اللي اخد بالي منها قوي، ما حد يقول لي كده، لان هو اسمه سايلنت كيلر. السي تي دي مش حاجه بيبقى الكل، البول مش مفروض مشاكل عند العيان زي ما اتفقنا، مش ملقوطه شو مشكله البول دي خالص. طيب بعد كده الطنج، كل ما السلايفا يكون فيها يوريا هو بدا يلون، يبقى لونه قذر ديرتي، يعني قذر ديرتون شكله غريب. الطنج بيكون عليه ماتيريال كده من اليوريا، خلاص. ساعات يبقى ابيض، في اللي في ظاهره مش عارف تيجي ولا لا، من شويه اسمها يوريا فروست. اليوريا فروست دي عارفين النو فروست، الثلاجه النو فروست معناها ايه؟ ما تعملش تلج. ساعات الاقي اليوريا لونها ابيض، فلاقي جلد العيان زي ما يكون عليه، زي ما يكون حد رش عليه تلج بيض كده. فساعات اليوريا تلون الطنك، اليوريا فروست دي بتتقلع الجلد بس عشان ما تلخبطوش. خلاص لما بتطلع في السلايفا بتطلع في العرق، خلاص يبقى ممكن ايه الطنج كمان يبقى متأثر. طيب ممكن الموضوع يسرح للفارنكس، للارنكس، لالتهاب، خلاص ممكن الاقي سنانه باسط. يبقى انت واخد البق كده ايه من الاول، ريحة النفس، ريحة بقه بالصلايبة ليها طعم، ميتاليك تيست. طب انا بص على الاستراكشر، التهاب في الشفايف، التهاب في الطنج، الفارنكس، خلاص موضوع الماوث بيسنج ده نسيبه شوية لأن هو ده في الاسبس بالانس. تلاقيه بيتنفس من بقه يعني غير هنجر لأن هو بيبقى عنده اسيدوس، لكن هتيجي بعدين. الأمونيكا الأودر، ريحة البول، البول اللي ممكن تبقى موجودة في مناخيره. طيب نمشي شوية، تجيب لما تيجي تمشي شوية تلاقي المعدة. لا المعدة دي مهمة جدا. ليه؟ لأنه الإتش بايلوري، ما أعرفش سمعت عنه ولا لأ، اللي بيسموها رسومة المعدة، تهب اليوريا، تترعرع في وجود اليوريا. والإتش بايلوري دي يا ولاد أهم سبب للجاستريك ألسر، أهم سبب للجاستريك ألسر، لأنها بتقطع الكوت اللي ربنا خلقه، الكوت اللي ربنا خلقه للمعدة، طبعا حلوة كده ربنا خليها للمعدة، وبتزود افراز ال اتش سي اي دي اللي هو الحمض بتاع المعدة، فالمعدة تاكل روح، خلاص. فاذا قد تجد في المريض ايه؟ راح بتاع الجي اي تي، ادي اللفه دي حاجه وحشه جدا في الاجهزه التشخيص دي يا عم، ليه العين يلف لفه طويله جدا؟ لدكاتره المعده الدكاتره مش فاهمين، وعمال يعمل له منظار ويديله ادويه حموضه ومش عارف ايه. قد يصل الموضوع لايه؟ قد يصل الموضوع بتاع الالسر ده انه عنده هيماتيميسيس. يعني ايه هيماتيميسيس؟ بيرجع دم. قد يصل ان عنده ميلينا. الهيماتيميسيس ساعات يقعد مع في المعده، في الاتش سي ال يتحط على الدم فيكونوا ماده لونها بني كده اسمها اسيد هيماتين، تنزل في بدل ما تطلع تنزل فتنزل مع الاسطول، فيبقى بيجيب ايه؟ بيجيب حاجه لونها اسود مع الاسطول اسمها ميلينا. يبقى العيان ايه في جي اي تي؟ صعب جدا كل الحاجات دي بنشوفها في المستشفى. ان العيان يقول لك ايه؟ ممكن يبقى جاسترايتس، جاست التهاب عنده جاستر بي، او ايروجنز تقطعات. لان اليوريا في السلايفا والجاستر جوز بتعمل كرونيك اريتيشن في جاستر ميكوزا. اكتب جنبها عشان مش مكتوبه،
بلس ان ممكن يجي له اتش بايلوري اوفر جروس. بعدين العيان كل ده يخليه عنده انوركسيا، ارفام الاكل، نوزيا، عايز يرجع وبيرجع فعلا. يبقى خلي بالكم من اهم، احنا عندنا قاعده في الفرج بتقول ايه؟ الفوميتنج المستمر يساوي كرونيك كيدني ديزيز انتل بروفد اذر وايز. خلي بالكم الترجيع المستمر اللي ملوش سبب ممكن يكون مشاكل في الكلى. احفظها وافتكرني لما تكبر وتقابل عيانين بيرجعوا وبعدين يقول لك طلع عنده فشل كلى، ايه ده؟ هو ما كانش في اي حاجه ثانيه غير كده؟ اه ممكن ما يبقاش حاجه ثانيه غير كده. يبقى ممكن ده يكون ايه معانا. طيب ايه الاعراض اللي بتيجي هيماتيميزيس وميلينا؟ لان انا بيحصل لي ألسر او بيحصل لي جاستريك ألسر، قرحة في المعدة سمعتوا عنها أكيد قبل كده. بقى الحتة المهمة جدا برضه، في ظاهرة في الجي أي تي مهمة جدا، وهي ظاهرة الزغطة. إيه الزغطة دي؟ لقوا الزغطة اللي يدك الوقت دي يفضل يجيله يجيله زي إيه؟ يسموها فهاجة. الاسم الدارج بين الصعيدة يعني، لكن اسمها زغط، اسمها بالانجليزي هيكف، او بيسموها ساعات هاي كاب، بتكتب كده هاي كاب. خلاص ايه بقى اللي حصل؟ لقوا ان اليوريا بتيجي عند الدافريم وتعمل له اريتيشن، ده كونتراكت لوحده كده. فدي برضو من القواعد الغريبه جدا، بتقول ايه؟ الكرونيك هيكف او هيكب خلاص تساوي كرونيك كيدني ديزيز انتل بروفد اذروايز. الزغط عموما بتحصل من لما واحد بيجيبها يروحوا مخبطين كده على ظهره عشان الاكل ينزل. لا ده واحد مش بياكل، ده بيرجع لان عنده زغط. ايه السبب؟ لقوا ليه سببين، يا اما الريتيشن بتاع الدفرين تحت، يا اما الموضوع جاي من دماغ اليوريا بتأريتيت السنترس بتاعت الفرينيك نيرف. ايه كمان بقى في الاستومك نادر شويه؟ ان العيان ممكن يجي له كونستبيشن، واحيانا يجي له دايريا بس تبقى بلادي. ازاي بقى الكلام الغريب ده؟ ممكن يجي له كونستبيشن وبيرجع كتير، فالانتستين مش بتشتغل، وممكن يجيله دايريا بسبب غريب جدا. ايه بقى؟ الريكتم اليوريا تقدر تعمل له اريتيشن. اي اريتيشن للريكتم احنا بنسميه ديزنتريا، وبيسموه تينيسمس. يعني ايه؟ الاحساس انك عايز تدخل حمام، وبعدين عيني يروح يخش الحمام ما يلاقيش حاجه. خلاص فاسمها ديزنتريا، فيفضل يسكويز عايز يفضي الريكتم ما عندوش حاجه، فيروح منزل الدم. اسمها بلادي ديزنتري. اسمها ايه؟ بلادي ديزنتري، او اسمها يوريميك ديزنتري العرب او اللغه العاميه يقولوا عليها ديزنتريا، يترجموا يعني الكلام كده بيعربوا. خلاص ودي برضو من الحاجات اللي بتبقى بتحصل في الاخر. يبقى العيان في الاصل كونستبيشن، اللي انا ممكن يجيله دايريه بطريقه غريبه بتبقى بلادي دايريه سهل دم يعني. خلاص يبقى اليوريا عماله تعمل اريتيشن للحته بتاعت الريكتم دي، فيبقى عنده احساس ان عنده فولنس للريكتم. الاول ما الاستول بيلمس الريكتم يبقى عندك سنس اوف ديفيكيشن، هو حاسس الاحساس ده مفيش استول ولا حاجه، الاحساس ده جاي له من الايه؟ من يروح للتويلت يفضل يسكويز كده يسكويز يروح جايب دم. الحاجات دي بيعملها ساعات الانفكشن زي الشيجيلا لو سمعت، او الايكولاي او مش عارف ايه. خلاص طيب يبقى اذا ده الجي اي تي مهم قوي. الجي اي تي ده مهم جدا. ليه؟ تقريبا كله بنشوف الجي اي تي من ثلاث ارباعه بنشوف. طيب نيجي للريسبيراتوري. زي ما قلنا احنا واخدين الموضوع كده بشكل سيستماتيك، ابتدينا بالسي ان اس، بس هو مش اول حاجه السي ان اس.
الحقيقة أول حاجة بتحصل هي إيه؟ هي الجي أي تي. نيجي للريسبيراتوري مانيفستيشن. الريسبيراتوري مانيفستيشن الريسبيراتوري مانيفستيشن بيبقى عندنا حاجات كتيرة ممكن تحصل ليها علاقة بالجست. العيان بيجيله حاجة اسمها يوريميك أزمة. يوريميك أزمة، إيه هو اليوريميك أزمة؟ اللي هو اليوريا تبتدي تعمل له برونكو سبيس. برونكو سبيس بعدين الاسيديتي، هو بيجي له اسيدوزس. بعدين بيجي له اسيدوزس اللي هو البي اتش بتاعته تبقى اقل من 7.35. ليه اصلا اسيدوزس؟ عشان الكدني مش قادر يابسورب ال HCO3 ده اللي هو البفر. الجسم يبقى عنده ايه؟ حاجه اسمها بفر كده عشان يحافظ على البي اتش مظبوطه من 7.35 ل 7.45. لازم يبقى عندي اسيد سورس و HCO3 سورس. مين مصدر الاسيد؟ CO2 للريسبيراتوري. مين مصدر الاكسجين؟ الكدني. كدني وده ريسبيراتوري سيستم. طيب اللي بيحصل هنا ان الكليه بتبوظ، فمصدر الاكسجين بيعمل ايه؟ بيقل. فبيبعت اشاره كده، الكدني بتبعت اشاره للريسبيراتوري عشان ما نخاف من الاسيدوزس. انا خايف من الاسيدوزس، ممكن تزود الريسبيراتوري ريت عشان اقلل معاك السي او 2 كمان. فتلاقي العيان جاله ريفلكس غريب جدا كده اللي هو كده، ده بيسموه اسيدوتيك بريثنج. نفس اللي عندهم اسيدوزس اكتشفوا شخص اسمه كوزمول، فسموه كوزمول بريدنج. هو ده المكتوب في الأول. إذا العام بيبقى عنده إيه؟ عنده تقدر تقول ريفلكسنج أسيدوزس. نقدر نقول كده عنده ريفلكس من الاسيدوز. ريفلكس من الريفلكس يعني رد فعل. ايه الريفلكس ده بقى؟ خلاص الريفلكس ده عباره عن يزود لنا الريسبيراتوري ده ارجوك، لان انا عايز اتخلص من السي او 2. فدي يمكن يحصلوش للسي او 2 خلاص، او هيسنج اللي هو نفس الفكره بتاعت سمعنا الاساس. خلاص طيب احيانا دي قصه، دي قصه مهمه جدا. يعني ايه كوزمول؟ يعني اسيدوتك. ده رد فعل الغرض منه الوش للسي او 2 في نفسه مضايق، باين عليه كان نفسه مضايق. في كمان يوريميك ايه؟ ازمه. مش مكتوب، ممكن تحطها رقم ايه مثلا؟ يوريميك ازمه. يعني ايه يوريميك ازمه؟ يعني تحس ان نفسه مضايق، مش عشان الاسيدوز ولا بتاع، لان دي كده البروكوس بين ده حل يخسر يوريا تتشيل. طيب في مشاكل في النفس، مشاكل في النفس مرتبطه بالهارت فيلير، المفروض كانت تتحط مع الهارت بس مش عارف اللي جابها. انه اليوريميا، اليوريا برضو فقريه جدا بتعمل يوريميك كاردوميوباثي.
وبعدين فيبتدي يجي له ساين اوف هارت فيلير اللي هي عباره عن ايه لو انتم فاكرين؟ ديسمية ارثوبنيا بي ان دي. وقد تكون الايه؟ قد تكون الديسمية ليها علاقه بالهارت فيلير. خلاف ان هو وارد يجي له انفكشن بتاع السي تي دي ده المناعه بتاعته ما تبقاش حلوه. هو اللي يجي له بالمنري انفكشن، يعني احنا بالمنري انفكشن ده بيسموه نيمونيا. ده ممكن يكون وارد. اليوريميك كلورزي مش كومن. كلورزي يعني ايه؟ يعني الغشاء بتاع البلورا يلتهب كده اهو، ده مش حاجه كومن. امال مين اللي كومن؟ الحقيقه اليوريميك بريكاردايتس. اليوريميك بريكاردايتس لكن مش كومن اليوريميك كلورزي. يعني السؤال الاولاني في الام اس كيو ممكن يجي، ما هو الكوزمول بريزنج؟ لما اجي اختار كلمه اسيدوتيك، انا ده واحد رد فعل جاي من الاسيدوزيس. خلاص ده برضه من ضمن الحاجات المهمه جدا. طيب لو جاله اكزيرشن الديسني او بي ان دي يبقى العين جاله هارت فيلر. يبقى العين هنا جاله هارت فيلر. طب ايه اللي يخلي واحد عنده كرونيك ديزيز يجيله هارت فيلر؟ اسمه يوريميك ايه؟ يوريميك كارديوميوباثي. خلاص اليوريميك بلورزي. السؤال الثاني كومن ولا ان كومن؟ اعتبره ايه؟ ان كومن برزنتيشن. بس نيجي للجلد. هدف السكي دي ليه مشاكل على الجلد؟ يس. دون فرجيت احنا قلنا جمله من ضمنها كانت ايه؟ اليوريا فروست. كان في حاجه بتحصل اسمها ايه؟ اليوريا فروست. نكتبها لانها مش مكتوبه. اسمها كده يوريا فروست. لكن في حاجات كتير تانية كوم. في حاجات كتيرة جدا كوم. زي ايه؟ زي انه بيجي لهم في الوش كده بالذات لون مميز شوية يسموه دستي. دستي يعني ايه؟ يعني زي التراب. لون وشه عامل زي التراب. أو ساعات بيسموه مادي فيس. ليه بقى؟ نتيجة إن هو لونه بقى زي التراب كده، ممكن واحد وقع في التراب وقام من وشه قام من التراب فما لسه ما شالش التراب من على وشه، زي وشه مدرب كده. خلاص بيسموها ساعات ليها اسم تاني برضه، الحاجات دي للأسف مهمة مع إنها ما جابش فايدتها بس مهمة. بيسموها ايرثي لوك. ممكن تيجي في الام اس كيو ايرثي لوك. او بيسموه زي ما قلنا ايه؟ داستي. سوري داستي. خلاص او هو كاتبها هنا ايه؟ ماضي. كلها دي جايه منين؟ السؤال اللي عليها في الام اس كيو كلها جايه منين؟ يوروكروم بيجمنت. يوروكروم اللي هو ايه؟ المفروض ان اليوروكروم بيجمنت ده كانت الكلى بتتخلص منه. الكلى كانت بتتخلص منه. فنلاقي بدا يحصل ايه؟ فنلاقي الكلى بتعمل له ريتنشن. باظت وده يحصل ريتنشن. راح اعمل لنا الحكايه دي. الحاجه اللي بعد كده في الجلد بافي فيس. بافي يعني هو مورم كده، زي ما تكون نايم بدالك 13 17 ساعه فاهم تحت ايديك وارم كده. بافي فيس معناه وارم، مش النفروتك المره دي ولا حاجه، لا ده عشان السولت اند ووتر ريتنشن، لان الكلى بظن فبتشيل معاها ملح. خلاص بالور. في بالور لانه عنده انيميا، الكلى كانت بتطلع اريثروبروتين. اهي يوريا فروست. اهي يوريا فروست.
اللي هي اليوريا عامله تلج يعني، اليوريا عامله لنا زي التلج كده على الجلد. والسكين طبعا مش حلو طبعا في الاخر، السكين مع كل ديز مع كل الحاجات اللي عماله تتحط عليه، المساحيق المضروبه دي، الفلوريا واليوروكروم بيجمنت بدا يبقى فراجايل، فسهل يتعور. بروسس دي معناها يبقى فيه كدمات، بعدين يهرش كتير جدا، ودي ليها ألف سبب. ناس قالوا الكالسيوم الزيادة، ناس قالوا الفوسفورس الزيادة، هو غالبا الفوسفورس ما منعرفش، ناس قالوا البي تي اتش باراسايت هرمون بيزيد. لكن هو مين كوز ايه؟ لو هتسألني من الثلاثة مين المين كوز، الفوسفور اللي موجود في الجمبري والاستاكوزا، الفوسفور ممنوع عن العيان، الموجود في اللبن، الموجود في البلح، الموجود في النشنش، كل الحاجات دي فيها فوسفور ممنوع عن العيان. طبعا اللحوم فيها فوسفور، الفوسفور العالي بيعمل هرش. طيب بيربرا اند سكين انفكشن، بيربرا دي منقطه كده، اشمعنى ليه بيربرا مهمه جدا السؤال ده؟ ليه بيربرا؟ البيربرا دي بتيجي في الهيماتولوجي، بتحصل نتيجه نقص الصفائح الدمويه، هي اسمها ايه؟ الصفائح الدمويه بالانجليزي ثرومبو سايتوبينيا كده، ثرومبو سايتو ايه؟ ثرومبوسايتوبيني. طب هو السي كي دي عندهم ثرومبوسايتوبيني؟ لا عندهم نو ثرومبوسايتوبيني. مرام عندهم ايه بقى؟ بص عندهم ثرومباسيميا. ثرومباسيميا يعني ايه بقى؟ السيميا دي بالانجليزي يعني وهن، وهن الصفائح. يعني ايه حاجة؟ يعني مش ما بتعملش اجريجيشن كويس، عددها كويس الا ان الوظائف وحشه، فبنسموها الليتل ديسفانكشن. الكلام ده في الهيماتولوجي، الكلام ده علينا في الهيماتولوجي، بنسموها ايه؟ الليتل ديسفانكشن. اكتبها معلش جنبها عشان هي تيجي بعد كده. ليه في بيربرا؟ اكتب قدامها كلمه ايه؟ ثرومباسيميا. لكن العدد كويس، اذا ما فيش ايه؟ ما فيش ثرومبوسايتوبين. طيب النيل بتاع مرضى الكلى مميز، الكلام ده كله يجي في الكلينيكال، بتاع مش في كلينيكال في البطنه، فيسالك كده الفيز بتاعت النفرولوجي فيها ايه؟ النيل، النيل بيسموه ايه؟ بيسموها هاف اند هاف. هم في ناس بتخش وتطلع، ناس تلاقيها بنعمل ايه؟ تقول لك بتفرج بس، داخل تعمل ايه؟ اتفرج. ناس تخش المهم في صراع طويل جدا، الحصه الساعه كام يا ولاد؟ الحصه الساعه كام؟ الاغلب بيحضروا ثلاثه. هم زي الفل. المهم هاف اند هاف يعني ايه؟ نص النيل، نص النيل بيبقى وايت من اليوريا، والنص التاني بيبقى براون واليوروكروم بيجمنت. بتلاقي النيل ده مميز جدا بتاع السكي دي، ده منصص كده، ساعات بيقولوا عليه كده هاف اند هاف، ليه لونين، لون براون ولون ايه؟ وايت، ابيض، ابيض خالص. انا على فكره النيل بتاعنا مش ابيض، يعني النيل بتاعنا لو بصيت له كده، بس ما يكونش حاطط اي حاجات على النيل، النيل بيبقى بينك كده، روز تحتيه كابيلاري كده. عشان كده ساعات بنشوف، ساعات بنشوف ايه؟ البالور في النيل، ساعات بنشوف البالور جوه النيل. المهم ان النيل بيبقى ايه؟ وايت، والتب بتبقى براون. طيب نيجي للنفروجينيك سيستميك فايبروسس. نفروجينيك سيستميك فايبروسس ده بيحصل
ده ظاهرة برضه مهم جدا عليك وعلى ام اس كيو، بيحصل في سبيشال كيس، بيحصل في سبيشال كيس العين يكون في الجريد اللي هو الكرياتين بيعلى فيه ده، اللي هو الجي اف ار اقل من 30 4 5، وراح يعمل قصه كده اكتبوها لانها ممكن تنزل كيس. بني ادم كده سي كي دي ستيج 3 ستيج اس 4 او 5 او تي دي الجي اف ار يكون اقل من 30 ملي بير مينت، وراح واحد حزين حزن السنين دكتور بطيخه لايك طلب له رنين، والرنين ده يستخدموا فيه مادة سابقة كده عشان يشوفوا بيها الأورجنز اسمها جادولينيوم. اسمها ايه المادة؟ جادولينيوم. الجادولينيوم ده كانت الكلى طالما الجي اف ار أكتر من 30 بتطرده، طبعا الكلية بايظة، فراح ركن في اللايرز بتاعت السكين، عمل لنا مرض تصلب جلدي، عمل لنا مرض اسمه ايه؟ تصلب جلدي شبه السكليروديرما اللي كنا الاوتوديزيز ده، بس طبعا دي حاجه انديوزد، حاجه يونيك للموضوع اللي احنا بنحكي فيه، فسموه نيفروجينيك سيستميك فايبروزس، حصل فايبروزس في السيستم سبيشالي السكين. فتيجي الحاجه دي كيس مهم، كيس سيناريو مهم قوي، اللي هي فكره ايه؟ القصه المكتوبه دي سكليريديرما لايك ديز اوردرز بتتشاف في السي تي دي بعد ما اتعرض للجادولينيوم كونتيننج ايجنت وهو بيعمل رعايه مغناطيسي خلاص، ودي حاله يونيك للبيشنت اللي هم ستيج 4 5، وانا لو عايز اعمل لازم ما استخدمش جادولينيوم. للاسف لو عايز تعمل رنين مغناطيسي في هؤلاء المرضى اعمله without جادولينيوم، اعمله without جادولينيوم، مش هتشوف حلو قوي لكن هتتفادى بيه مشاكل كتيره جدا، هتتفادى بيه مشاكل كتيره جدا. خلاص الى الان ما عندناش علاج للقصه دي، لان بيحصل له مشاكل كتيره جدا وجلده بيبوظ وبيبقى الموضوع نزل من شويه، لانه بيبقى في ستيفنس كده زي ما اتفقنا في كده، ما ستيفنس في اغلب الحاجات بقى مش عارف يفتحه مش عارف اي حاجات زي كده. خلاص طيب يبقى اذا قلنا كام سيستم؟ قلنا السي ان اس، وقلنا ان هو ليه ترتيب، اطار الحاجات دي ليها علاقه بالدياليسيس ولا ليها علاقه بالدياليسيس، اللي ما بيغسلش خالص يجيله نيوروباثي يجيله انسفالوباثي، اللي بيغسل ممكن يجي له في الفيرست سيشن ديزكليبتوم سيندروم، ممكن يجي له بعد 5 6 سنين لو بيغسل غسيل وحش، لو بيغسل غسيل وحش يجي له دياليسيز ريليتد امايلدوز. الجاسترو انتستاين من الحاجات المهمه اللي بتحصل، بتاخد من اول البق لغايه ما توصل للانتستين من تحت البق، طعم البق وحش، ريحه النفس وحشه، التنج دراي عليه وايت ماتيريال، وموضوع ما بيوصل يوصل للفارنكس او الاوروفارنكس. المعده جاستريك السر وارده جدا، جاسترايتس وارده جدا، لينا هيماتيمسيس، ممكن يجي له اتش بايوري زي ما اتفقنا، مش جايب السيره بس المهم ابقى عارف. الزغطه حاجه مهمه جدا، الزغطه ليها تفسيرين في المرضى دول، يا اما يكون نتيجه البريفرال اريتيشن لليوريا على الفرينك نيرف، يا اما يكون سنترال الموضوع جاي بداية من النافوخ فوق. تمام؟ البريذنج بيبقى عندهم اسيدوتيك بريذنج واطبع عليه كوزم بريذنج، انا عايز اقلل السي او2 فبخلي العيان يهسن كده او يفضل يحرك سبكونشسلي طبعا، وممكن يبقى فيه انستيشن بتاع ديسنيا ريليتد للهارت فيلير. والاجزاء المهمه في الام اس كيو ان اليوريميك بلوزي ريتش
الجلد، كل حاجة ممكن تحصل في الجلد، الفروست يحصل في الجلد، الايتشنج يحصل في الجلد، ان يكون ناضي او ايرثي لوك. مهم النيل، هاف اند هاف نيل، او بلاش الكلمة لو مش مكتوبة مش مهمة، جزء وايت والليستة اللي بيبقى براون. الكلمة المهمة جدا او سبيشال كيس نيتروجينيك سيستميك فايبروسيس، عليها سؤال مهم جدا، دي ريليتد لايه بالظبط؟ ام ار اي مش جابليني. والحاجة التانية المهمة هي الفكرة بتاعت الجي اف ار كان كام بالظبط. طيب الكارديو فاسكولار ديزيز تقدر تقول كده اللي بياخد كل اللايف، انت محافظ المخ يعني، يقدر يعمل لنا كل اللايرز. كل اللايرز يعني ايه؟ يعني انا عندي بيريكارديوم، وعندي مايوكارديوم، عندي الفالفات اندوكارديوم. الحوار ده في اليوريمي مهم، يقدر ياخد كل اللايرز، يعمل لنا مشاكل في كل حاجه في الورد، ما يسيبش حاجه خالص. وابتدى هنا بيقول ان في ريسك فاكتورز، الناس الكبار اكتر، الراجل اكتر من الست، الهايبرتنشن طبعا، السكر، الناس عندهم ديسليبيديميا، هي اللود اتش بي ال يعني، اللي ما بيتحركش كتير بشخصيه، كل الحاجات دي اسمها ريسك فاكتور تراديشنال معتاده. يعني دي تعتبر للهارت معتاده. طيب بالنسبه للناس اللي عندهم رينال فيلير، لا بيجي لهم انيميا عشان موضوع الاثيروبروتين ده، فبيخليهم عرضه للهارت فيلر، الانيميا تزود الهارت فيلر، لان الانيميا بتعمل اوفر لود على الهارت. الناس الانيميك بيحصل لهم فوليوم اوفر لود على الهارت. الابنورمال بون اند مينرال ميتابوليزم، العيان ده كالسيوم قليل والفوسفور بتاعه زياده، الحكايه دي بتعمل كالسيفيكيشن في البلود فيزلز. الكالسيوم لما يكون قليل والفوسفور زياده، هتقول لي ازاي يعني؟ هنلاقي ان الفوسفور الزياده ده هو اللي موطي الكالسيوم في الدم، لانه واخد الكالسيوم وبيعمل بيه ديبوزيشن في البلاد فيزيكس.
كنا بنقول الكالسيفيك الابنورمال ميتابلايت اللي بيحصل في الكرونيك ديزيز ده بيبوظ الكورونري. الفوسفورس بيزيد لان الكلى كانت بنضج الفوسفورس، الكالسيوم الفوسفورس بياخده بيعمل حاجه اسمها كالسيوم فوسفورس كومباينيشن يعني، وياخده يعمل له تكلس في الاوعيه الدمويه، ده غير الاسوسكليروسس. عشان كده لما جه هنا يقسم النون تراديشنال ريسك فاكتور حط الابنورمال بون مينرال ميتابوليزم، هنكتب قدامها يعني ايه؟ كالسيوم قليل فوسفورس زياده. طيب الهايبو البومينيميا نقص الالبومين بيشجع على التجلط على الثرومبوزس، نقص الالبومين كلكم عارفينها لغايه ما نديلها بعدين بيشجع على الثرومبوزس. خلاص وطبعا ده بيجي من الالبومينوريا، والالبومينوريا نفس الفكره بيزيد معاها اللص للبروتين سي واليو اس وانسولين سي والحاجات دي بيشجع على التغلط برضو. زياده الرن انجيوتنسين سيستم لان الكلى الفايبروتيك دي الكلى اللي بتبوظ الكرونيك كيدني ديزيز البلاد فلو بيقل ليها، وبالتالي الرينال بيزيد والالدوستيرون والانجيوتنسين وحاجات زي كده، فده بيعلي الضغط فبيزود فرصه كارديوفاسكولار ديزيز يعني. الانفلاميشن اليوريا بتعمله، اليوريا بتزود بتعمل حاجه اسمها اندوثيليا ديسفانكشن، بتبوظ الاندوثيليوم ده وتطلع منه اوكسيديتيف ستريس، والعيان بيبقى عنده زياده اوفر اكتيفيتي للسيمباثيك يعني. طيب ده يخلق كم مرض الكلام ده؟ زي ما قلنا كده نكتبه من فوق كده اول لايرز خلاص، وقول ريجنز كل الاماكن وكل اللايرز في الهارت هتتقسم. اول حاجه الهايبرتنشن، في العادي جدا انه مرضى الكورونيك كيدني ديزيز عندهم الضغط، ودايما بيبقى ريزيستنت للعلاج لانه علاجه الاساسي تغسل. ليه؟ لانه هو الضغط هنا المين كوز بتاعه سلطه الوتر ريتنشن. طب تقول لي ما ندي دايوريتكس، بس هو خلي بالك الدايوريتكس مش هتشتغل، الكليه بايظه، فعشان كده كاركترايزد باي ريزيستنت تو دراج تريتمنت، وبالتالي يقلب بقى كومبليكيتد. الهايبرتنشن هنا مش بنستخدمه على انه عرض، لا احنا بنستخدمه على ان الكليه بايظه، الضغط عالي فالضغط باظ الكلى اكتر، والكلى باظت الضغط عالي، فبنعتبره شكل من اشكال التريجرنج برضه. خلاص؟ او اللي بيقولوا عليها كلوز سيركل، يعني كانها دايره مغلقه كده، حلها انك تعالج الضغط. ده الهايبرتنشن فيري كومن في هؤلاء المرضى نتيجه السولت اوبرتنشن، وبرضه نتيجه الريست سيستم زي ما قلنا من شويه. طيب اليوريميك بيري كاردايتس، طبعا هي مش بيري كاردايتس بس الموضوع هيقلب بعد كده المايو كاردايتس ويقلب لكاردوميوباسي وحاجات زي كده. طيب هنكتب قدامها دي رقم اثنين اهي من الحاجات اللي محتاجه ايرجنت دايلس، اغسل بسرعه. ليه اغسل بسرعه؟ بيري كاردايتس معناه انه التهب البريكارديوم، هو ده. فبنستخلصه احنا ازاي؟ المفروض بالسماعه، بنسمع صوت كده، بحط سماعه على القلب العيان، بسمع التو لايرز بيعملوا صوت زي صوت الصنفره كده، ده اسمه بريكاردايتس. كنا جبنا سيرته قبل كده. هنا في الغسيل، هنا سوري في الكونيك كيدني ديزيز، لو حصل بريكاردايتس دراي ناشف كده اهو، هيقلب ميه، لان انا ليه بقلب ميه؟
لان انا الكلى عندي ما بتخرجش الميه، وبعدين فهيجي له تنجنات. تنجنات دي يعني بالعربي والعاميه كده ان يفطس من كتر الميه. فهي بالنسبه لي ساين انك بسرعه اشتغل على العيان، بسرعه اغسل، بسرعه اطلع الميه اللي جسم العيان. فعشان كده اليوريميك بيريكاردايتس مالها مهمه قوي، مهمه جدا. اليوريميك بيريكاردايتس مهمه جدا، هتقلب بعد شويه، خلاص هتقلب بعد شويه تامبوناتك. ولما تيجي تغسل ما تستخدمش هيبرين. احنا في الغسيل بنستخدم هيبرين، بس انا لو استخدمت هيبرين وهو عنده انفلاميشن كده في البريكارديوم احتمال ينزف هنا في البريكارديوم، ده يموت على طول، يموت على طول. لان الدم على الهارت اتقل من الميه على الهارت، الدم مليان ارتسيز فيفتس. عشان كده دي من ضمن الاسئله المهمه جدا في الموضوع ده. تعال نشوف، بيقول دي بتحصل نتيجه ان اليوريا بتنام في السموس انر سيرفيس اوف بريكارديال ساك، فتحولها لطبقه خشنه مع انها كانت ناعمه خالص، كانت طبقه ناعمه كده ما بتعملش صوت، لكن اصبحت دلوقتي بتعمل صوت. فيحصل كونتينيوس فريكشن بين الفيزرا اوبريتا بريكارديوم ديوري بريكارديوم سايكل. خلاص، فنسمع هنا بس ما يعرب. أول عيان يقول لك عنده تشيست بين. خلاص؟ طيب، بتعمل في رسم القلب شوية اعتبارات. طبعا رسم القلب مش مهم قوي، لكن رسم القلب خلاص بي يو ار اس تي ده النورمال. فلو البريكارديتس تعمل إيه؟ تعمل لنا انترفال في البي ار اللي هي من أول البي للار دي، تخلي ال لأن بعد يبقى ستيف، فتخلي الكونتراكشن بتاع الاتريوم، لان البي معناها اتريال كونتراكشن طويل، ادي معنى كلمه بي ار. لا مش قادر، فيها في مصيبه حواليك انت مش قادر. وبعدين تخلي الكيو ار اس تعمل اليفيشن كده، تخلي مش دي الكيو ار اس بتمثل بالفيرتيكال كونتراكشن او نفس الكلام، فتلاقي في ايه؟ يسموها السيجمنت اليفيشن، تعلق فوق كده. الدنيا كلها ريلاكس كده، عامل زي فكره الهايبر كاليميا. بالظبط فكره زي فكره الهايبر كاليميا كده. فتعمل لنا شورت بي ار انترفال ديبريشن، بي ار انترفال تتقلب كده وتبقى طويله، بس الونجيت وديفيوز السيجمنت اليفيشن. والاستمنت كلها كده ايه؟ شكلها عامل كده في كل الارض. دي برضو من الحاجات اللي هي مش مهمه في وجهه نظري، لانها ادفانسد شويه تيجي بعد كده، لكن خليك عارف. خلي بالك، it is an absolute indication for urgent dialysis. طب واللي بيغسله نعمل انتسيفيكيشن. انتسيفيكيشن يعني انتسيفاي على القوي اكثر، اخلي بدل ما بيغسل 4 ساعات اخليهم 6 ساعات، ازود. لو كانش بيغسل يغسل بسرعه، طب لو كان بيغسل ويدي على داليسيس يبقى ايه؟ اعمل انتسيفيكيشن يعني اقوي داليسيس، اخليه 4 5 6 ساعات كده، ازود العدد. ولما اجي اغسل اغسل من غير هيبقى كل ده بالنسبه لي امسكي. بيقول بعد كده ليه طب بيحصل هيموبريكارديا؟ تعمل لنا تمبونات. ده امتى ليتر ده؟ اكتب قدام. يعني انا رفضت اغسل. رفضت اغسل. هتلاقي لما بيحصل كده القلب كده جه حواليه بريكارديا انفيوجن يعمل لها شوك. ما ده يعمل شوك. ليه يعمل شوك؟ لان انا مش هطلع الدم. هتلاقي كل حاجه كونجستد بقى، العيال النيك فينز كونجستد، لان انا مش واخد الدم خلاص، انا عملت كده، القلب عمل كده، ما بيستقبلش ولا بيزور، يبقى في شوك مليانه كونجستد نيك فينز، النيك فينز كونجستد، الدم اللي جاي من الليفر، الليفر هيبقى كونجستد،
انا ده الاس بي سي، هتلاقي راس العين كونجستد كده، ليجمنت كونجستد، الليفر كونجستد، رجلي ورمه، بطن ورمه، لان انا بقيت ايه مش باخد دم من اي حد. فهو ده اللي بيقوله هنا، بيقول ايه بروجريسيف، واحده واحده كده، بروجريسيف سيستميك فينوس كونجستد اند كونجستد ليج فينز، كونجستد ليفر، انا سارك، انا يعني كل سارك يعني سيروس ميمبرين، يعني يبقى عنده بريتونيال لينوسايت لورا المايت كل حته، انا ضغطت كده. بعدين شوكت بروجريسيف هايبوتنشن، خلاص لان انا ماليش فينوس ليفر بيرد. بعدين لما اجي اعمل اكس راي، دي حاجه يمكن جينا سيدة قبل كده في البلمونري دي، انا في الاكس راي بيبان عندي الهارت شويه كده اللي هو بيبقى اقل من 50% من الترانس ثوراسيك شادو، يعني ده اسمه ترانس ثوراسيك شادو، مثلا 10 سم، الهارت بياخد 4 سم. لا ده انت هتلاقي العيان القلب لامل الاكس راي كده، ساعات بيسموه بوت شيد او بيسموه فلاسك شيد، فلاسك يعني لمسه زي القاروره اللي كانت بتاع زمان دي اللي كان بيقول بقى المعمل كده، هتلاقي الايه؟ هتلاقي الدنيا متغيره بروجريسيف، نقراهم كده بروجريسيف انكريز ان كاردياك سايز، سواء عملنا كلينيكال اكزامينشن او بالاكس راي. خلاص؟ ونلاقي بقى في الايكو، هو الايكو اللي ورينا الميه ده، الايكو موجوده، الميه موجوده في الميكارديوم، والقلب لا بيملى ولا بيزق، ما بيملاش اسمها ديفكتيف كاردياك فيلينج، ما بيزقش اسمها ديفكتيف ستروك فوليوم، لو ما اتعالجش بسرعه بيموت. طب ماذا تفعل لو دخل في الكلام ده؟ هتعمل له حاجه اسمها بريكاردو سنتيز. يعني ايه بريكاردو سنتيز؟ هو جاي كده من هنا من المنطقه دي كده، ده البني ادم اهو، لما دخل قسطره الايكو راح ساحب الميه، اسمها ايه العمليه دي؟ كارديو سينتيزيس، راح ساحب الميه بالشكل ده وبعدين اغسل. خلاص؟ طيب يبقى اذا هو بيعمل لنا مجموعه من الحاجات اللي من ضمنها الهايبرتنشن، يوريميك بريكاردايتس، ممكن يعمل لنا هارت فيلير، نكتب قدامها نسميها يوريميك يوريميك كارديو مايوبس. نص بديل الفكرة. طيب لو بصينا هنا على الكومبليكيشن، زي ما قلت المره اللي فاتت هم بيتعاملوا مع موضوع السي تي دي على انك انت هتعرف الطب كله، فنحاول ان نخلص بس من الحوار ده باقل خزير. ايه التاثير ده على العضلات مثلا؟ خلاص؟ فهو بيعمل لنا اليوريميك توكسينز دي اساسا، او الالكترولايت زي الكالسيوم، او نقص الفيتامين د، او زياده الباراسوديوم هرمون، او اللي بياكلش كويس، الحاجات دي كلها ان جنرال هتيجي على العضلات وتعمل لنا مشاكل. اكتر عضله بتتاثر العيانين دول هي العضلات البروكسيمال، العضلات الايه؟ البروكسيمال هي اكتر عضلات بتتاثر من ايه؟ قد يكون من اليوريا، قد يكون من الهايبوكالسيميا، قد يكون من نقص فيتامين د، لان الكلى بتعمل اكتيفيشن لفيتامين د. خلاص عندنا كذا حاجه ممكن تؤدي الى ميوبس، لكن اكتشفوا انه كمان ده بيحصل على مستوى الرجل تحت. طب وايه العضلات البلفك هنا؟ العضلات سوري البروكسيمال هنا اللي يسموها بلفك جلد، بلفك جلد، الجلد يعني هي مجموعات الحوض. فمجموعات الحوض دي لما تتأثر
بتعمل لنا مشية البطة، عارفينها؟ بتعمل لنا مشية البطة اللي بيمشي على كده، خلاص؟ فده اكتشفت، عرفوا إن ده قلب مايوبسي خلاص، اللي هو إيه، بيبقى البلفت مش ستيبل، فبيتحرك زي كده في بطة، تتحرك، بيعمل حركة كده وبيتحرك كده، فدي سموها مشية البطة، أو سموها إيه؟ ويد لينجيت. يبقى ايه المصل كذا حاجه تعملها بتاثر، دي اسمها ايه، بتاثر على البروكسيمال وبتدينا ايه، مشيه البطه. مشيه البطه دي مش عشان الشولدر طبعا، عشان اكيد ايه البلفك، بيجي له رينال اوستيوديستروفي، ودي هنتكلم عليها بعد شويه. يعني ايه؟ يعني خش، احنا بتسمعوا طبعا عن كلمة اوستيوبوروسس، فانا يعني ايه؟ بس بالعربي معناها ايه؟ هشاشة العظام. هو بيجي له هشاشة عظام، بس مش ان عنده 50 60 سنة، لا، ده جاله هشاشة عظام عشان الكلى بايظه. طب هو ازاي يعني؟ لأن الكلى بتاكتيفيت فيتامين دي، فيتامين دي بقى مش اكتيفيتد، فده بيحصل له هايبوكالسيميا. الهايبوكالسيميا تبعت اشاره للباراسايلويد، غده موجوده في ظهر السايلويد 4 غدد، فيزيد البي تي اتش، فالبي تي اتش يحاول يعوض الهايبوكالسيميا ازاي؟ يدوب العظم، ياخد كالسيوم من العظم. يحاول يدوب العظم. خلاص؟ طبعا عندنا ابنورماليتي كده، كالسيوم قليل، فوسفورس زياده، الفوسفورس ده يوطي الكالسيوم اكتر زي ما اتفقنا. البي تي اتش زياده. فبقى عظم العيان ده، عظم العيان ده لما تبص ليه مليان سيستات كده. ايه ده؟ ده بالظبط زي بتاع هشاشة العظام. فبدل ما يسموه هشاشة العظام مسمينه ايه؟ مسمينه كده رينال اوستيو ديستروفي. واذا في مصل وسكليتال، في كمان مصل، وفي ايه؟ سكليتال. شافوا ان مرضى الكلى بيجي لهم كالسيفيكيشن كتير، كالسيفيكيشن كتير. الكالسيفيكيشن ده ممكن ياخد الجلد، خلاص، بيسموه لما ياخد الجلد والنيلز بيسموه كالسيفيلاكسيس. عارفين يعني ايه فيلاكسيس؟ زي الانافيلاكسيس، زي الكالسيوم اللي في الجلد اللي عنده رش كده، بس دي حتت متكلسه كده، خلاص، وزي واحد واربعه زي بعض. كالسيوم ديبوزيشن في الجلد يعمل بيرايتس. بيرايتس دي معناها، بيرايتس معناها هرش زي الرجي كده، خلاص، ويعمل فينجر تيب جنب جنب، يعني تلاقي الجسم بدا حاجه تجيلها جنب جنب. يعني انا عملت كالسيفيكيشن بلاد سبلاي، عملت سكين في حته بدات تقع. الكالسيفيكيشن ممكن ياخد العين والكات، وبالذات الكورنيا، هتلاقي الكورنيا الكالسيفيكيشن، ده ليه اسم تاني معلش اكتبوه كده عشان تيجي في الامسيو، اسمه بنت كراتوباسي. اللي هو ازاي بنت كراتوباسي؟ يعني بص على الكورنيا كده، فيها عتامه كده. طبعا ده بيبقى مش زي الكاتراكت، مش ما تحطوش رمض في الكاتراكت، مش قوي. الكاتراكت ده بتبقى اللينس بايظه، العدسة، فبنغيروها، نغيروها، بيخشوا يغيروها الدكاترة. لا، لكن دي محتاج نقل كورنيا، تخيل هنا الموضوع صعب جدا. فهنا محتاج الكورنيا نفسها تتغير، والكورنيا هتتغير لازم واحد يتبرع، وغالبا اللي هيتبرع ده لازم يكون ميت يعني ديزيزد، فبيستوردوها من بره، لأن ده مش هيبقى علاجه إن أنا أركب عدسة، لا، بيبقى علاجه إن أنا
بشيل الكورنيا احط واحده جديده. فده ساعات بيحصل، مش مكتوبه الحقيقه، نكتبها اسمها بنت كاتوباسي. خلاص خرق حوار غير الكونجكتيفايتس او ايه. طب نيجي لبعض الحاجات الاندوكراين، بعض الحاجات الاندوكراين دي خدناها من شويه، الباراسيرود. خلاص ماشي، هنيجي للمساله بتاعت الجوناتال ديسفانكشن دي، هنربطها بالحوار بتاع ال LH. نشوف ازاي. بص الكلى، خليني اقول لكم الموضوع من اوله كده ببساطه يعني. ربنا بيقول في سورة البقرة: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. العلاقة الرضاعة بيطلع فيها برولاكتين، النبل ستيميليشن ده خلاص بيطلع برولاكتين. البرولاكتين بيسبرس هرمون مهم جدا اسمه اف اس اتش، ده بيمنع عند الستات الاوفيوليشن، يعني الاوفا تطلع من الاوفر يعني، ده بيستيميليت الاوفيوليشن. لما بتاخد برولاكتين لما بترضع الاف اس اتش بيحصل له انهبيشن، الال اتش بيزيد الاف اس اتش بيحصل له انهبيشن، ما بيبقاش نيو اوفيوليشن، نو منستريشن تقريبا. فبالتالي ترضع الرضاع يبقى ليها ديوال فانكشن، رضع رضاعة طبيعية ومميزاتها كتير جدا جدا جدا. والحاجة التانية إنها ما تخلفش فترة الرضاعة لمدة سنتين، لأن ما كانش في زمان إيه؟ ما كانش منتشر الكونتراسبشن، لكن ما تقعدش تربي وتخلف في نفس الوقت فتبقى مشكلة. طيب إيه علاقة ده بالموضوع؟ الكلى بتطرد البرولاكتين الطبيعي، إحنا عندنا برولاكتين طبيعي كلنا الراجل والست يعني، عندنا برولاكتين بيطلع بكميات طبيعية في الرضاعة بيطلع بكميات كبيره. خلاص المهم البرولاكتين الطبيعي ده الكلى بتطول، لما الكلى تبوظ البرولاكتين بيزيد. طيب البرولاكتين يزيد يروح عامل ايه؟ يروح مقلل، يمسك بقى الراجل والست، اللي موجود في الراجل وموجود في الست. في الست يقلل لها الاف اس اتش ويعمل لها يقلل الافيوليشن، في الراجل يقلل الاف اس اتش برضه، الراجل فيه اف اس اتش فيقلل السبيرمز. المهم تبقى ايه النتيجه؟ ده كله باثولوجي يعني. تبقى النتيجه ان الراجل يقل، يجي له لوس اوف ليبيدو وامبوتنس وجاينيكو ماستيا ويقل السبيرم، لان انت طبعا هتمنع السبيرم برودكشن، وفي نفس الوقت التستوستيرون خلاص الاندروجين هيتاثر، هيفوز كميه الاستروجين الموجوده في الراجل، الراجل عنده استروجين برضه هتغلب بقى، فيظهر له بريست تيشو، هيظهر له ايه؟ بريست تيشو. ولوس اوف ليبيدو معناه ان يقل عنده سيكشوال ديزاير. نجيب الست بقى نفس الكلام اهو، انفرتيتي نفس الكلام اهو، منستروشن بروتيل نفس الكلام. خلاص يبقى اذا ايه؟ بس المره دي بس هتبقى الفكره ايه؟ ان انا ما عنديش اوفيوليشن، ما عنديش ايه؟ اوفيوليشن. لو لقطت الحمل زي انها حملت، هو نادر يجي لها تولد قبل الطبيعي، بيسموه بريتيرم، تولد عيل بريتيرم ناقص يعني، لان المايت ما كانتش طبيعيه. خلاص ولذلك بص الجمله دي تيجي ام اس كيو، لو الست الجي اف ار قل من 40 عرضه لو حملت يعني، هي المفروض ما تحملش يعني، علميا صعب تحمل. ليه صعب؟ فين الاوفيري؟ سين لقطت اوفيوليتد خلاص وبقت بريجنت، هتبقى عرضه للابورشن، لان انا محتاج برضو كميه من الهرمونز تسبورت الحمل ده. دي جزئيه مهمه مرتبطه بالفكره دي، ان كل الناس
اللي عندهم مشاكل كلى الهرمونز بتاعتهم بتطلع ال ال اتش يزيد وال اف اس اتش يقل. فلما يقل اف اس اتش الراجل يقل عنده التستوستيرون، والست يقل عندها مين؟ الاستروجين. مكتوبه بطريقه غبيه دي، لازم اقول عليها في الستات، لازم اقول عليها في الرجاله. خلاص دي فكره مهمه. هو ده اللي هيخلق ايه؟ جونادال ديستربنس. الجونادال ديستربنس هي والهرمون حاجه واحده. تمام؟ طيب طبعا لو واحد سي كي دي وطفل صغير او تين ايجرز ما لسه ما كملش الطول هيبقى صاير، لان كرونيك كيدني ديزيز اتسبريس الريليس بتاع اغلب الهرمونز، واحد من الهرمونز اللي بيحصل لها سبريشن الجروس هرمون، عشان كده احتمال يبقى شورت ستيتش. لكن لو واحد طويل، قصدي سوري واحد ادلت، لا مش هيحصل له حاجه. الجروس هرمون ابدا وايت ده المقصود منه ايه في الاطفال؟ بيجي لهم هايبوثايرويديز، بتلاقي كل حاجه فيها هايبو يعني، بس البرولاكتين لا والباراثايرويد لا، خد بالك. لكن في حاجات كتير يحصل لها هايبو، زي الهايبو ثايرويديز، زي الهايبو جروس هرمون. لكن البرولاكتين بيحصل له ريتنشن، والباراثايرويد نتيجه الحكايه اللي حكيتها لكم من شويه، فلسان يقل يبعت يزود الباراثايرويد وهكذا، يحاول يعوضه ويجيز الحكايه دي. نيجي للانسولين. الانسولين بيبقى حوار غريب شويه. ليه؟ في اول الكرونيك كيدني ديزيز، يعني ستيج واحد مثلا اثنين ثلاثه، لسه ما دخلناش في اربعه وخمسه، اليوريا الزياده دي تخلي الانسولين ما يشتغلش كويس. اليوريا تقعد مكان الريسبتور كده، شايفين النقط دي؟ او ده قاعده مكان الريسبتور، فجاله انسولين ريزيستنت. طيب ليتلي مثلا غريبه جدا، الانسولين يزيد لانه بيطرد من الكلى فبيزيد، فريزيستنت يتصلح، الانسولين يكتر. الموضوع يعني عند ريسبتور بيتخانق عليه اليوريا والانسولين. في الاول اليوريا كتير بتخش، طب ولما يحصل ريتنشن الانسولين كمان يزيد فيقدر يدخل. ايه المقصود من الموضوع ده؟ الكرونيك كيدني ديزيز في مرضى السكر، فاول الكرونيك كيدني ديزيز ده واحد واثنين لان عايزين نزود الانسولين تريتمنت. طيب طب وليت ليه؟ يعني بعد شويه، لا بعد شويه العيان مع الدوز العاديه اللي بياخدها يخش في هايبوجلايسيميا، فاحتمال تبقى محتاج تقلل الانسولين. بس الحقيقه لسبب تاني برضه، ايه؟ الكيدني هي والليفر مكان لحاجه اسمها، خدتوها كام ساعه تانيه بقى، جلوكو نيوجينيسيس. يعني ايه؟ بتصنع سكر من اي حاجه. فلما الكلى تبوظ الجلوكوز نفسه بيقل، الجلوكوز نفسه بيقل في الدم. ولذلك خد بالك عندك تأثيرين، ستيج واحد لتلاتة مثلا لا بتبقى محتاج تزود أدوية السكر أو بتزود الأنسولين، يبقى في أنسولين ريزيستنت. لما توصل لأربعة وخمسة يبقى عندك مشكلتين، الأنسولين زاد والسكر قل، فتلاقي العيان حاجه غريبه جدا، سي كي دي ستيج 5 وهو دايابيتك كده كده في الكيس وجاي لنا بهايبوغلايسيميا. واتس يور ريكومنديشن؟ وقف الادويه السكر. طب في جمله قالها لنا استاذ في عين شمس حافظها من وانا طالب، العيان بتاع السكر لو قال السكر راح يبقى جاله كرونيك كيدني ديزيز وادفانسد ايمانا ان مفيش معجزات بعد الانبياء والرسل، يعني مفيش حاجه الا يكون متشخص غلط. الانبياء والرسل والتابعين واتباع التابعين، احنا لا، صعب جدا السكر يروح في حد.
لو عيل لقيته مره واحده بيقول لك على فكره انا بدوخ من الدواء بتاعي، بعد 20 سنه عنده السكر. جود باد نيوز، جود نيوز، باد نيوز، لانه معناه دخل فرينا فيلر. خلاص هنا بيحكيها ازاي، بيقول ايه، عندي نوعين، عندي تو اوبوزنج ايفكتس اوف يوريمي على الانسولين. الفيرست ايفكت ريزيستنت الاول، السكند ديكريز الرينال تيوبلر ديجريديشن اوف انسولين، يزود لنا الانسولين. الابر هاند يوجوالي فور ذا سكند ايفكت ان الانسولين ريكويرمنت بيعمل ايه؟ بيقل. ونكتب بس الحته بتاع الجلوكونيوجينيسيس دي لانها مش مكتوبه. بيقل الجلوكونيوجينيسيس تصنيع الجلوكوز بيقل، وبالتالي العيان الجلوكوز بتاعه بيقل. خلاص العين دي جايه من ورا زي ما هي ريتينوباثي، العين هي ريتينوباثي. نكتب جنبها كده ايه، معلش، باند كراتو، بس ممكن ما يشوفش بقى الاميروزس ده، ممكن تلاقيه مره واحده كده مش بيشوف، وممكن تبقى حاجه مؤقته. اليوريا ساعات تعمل لنا ايه، بازوس بازل كده، الحته بتاعت هو نادر شويه. كلمة يوريميك اميروزيس معناه انه فجأة ما بيشوفش، ده معناه ان اليوريا بتعمل ايه؟ اللحظة دي بتعمل لنا بوزوس لازم للريتنال بلاد فلو، وبعدين تفك وهكذا. لكن الاصل حتى المشاكل بيشوفها زي ما قلنا البان كارتوكسي، وممكن يبقى ان دي برضه في كونجيشن. العين بتاع الكلى بيجي له، لأن نختم بيها الحتة دي كده اهو قبل العلاج، بيجي له ميتابوليك اسيدوزس وهايبر كاليميا. طبعا دول اهل في الاسيد بيتبلس نتكلم عليه. خلاص لما نيجي نشوف المشاكل بقى الهيماتولوجيكال كده، العيان بيبقى عنده ثرومباسيميا، دي قلنا من شويه، بس هو بيحكي هنا بالتفصيل المميز. بيقول لك ايه، نكتبها بس تاني معلش مش محاضر. ثرومبوس اللي هي بليتد يعني، اثيميا يعني وهم. طب يعني ايه بقى التفصيل؟ يقول لك يعني مش بتطلع الجرانيولز بتاعتها اللي بتخليها تلزق في الارض. نكتب بس جنبها كلمه مهمه جدا، الا ان عددها نورمال. ما اقدرش اقول ايه في عشان تيجي في الاختيارات، هل هو عنده ثرومبوسايتوبينيا ولا عنده ثرومباسيميا؟ اقول له ايه؟ لا عنده دي. تفصيلتها ايه؟ لو مش بيطلع جرانيولز اللي هي بتخليها تاجريد، والكلام ده هنجيبه في المونتاج بالتفصيل. طيب يا ترى ايه اكتر حاجه بتحصل في العيان؟ تانية بتحصل في الهيماتولوجيا الفون في البراند فاكتور. الفون في البراند فاكتور ده يعني بيوصل البليتل ببعض، مش بس كده، وجواه فاكتور 8 اللي هي بعد شويه فاكتور 8 يعمل لنا يمسك مع البليتل ويبتدي يعني تعمل لنا ثرومبس كامل. فساعات بيسموه ايه برضه؟ فون في البراند في الالماني بس ديزيز، او البراند زي ما انتم حابين تقولوها تنفع يعني. ايه الفون في البراند ديزيز ده؟ العيان بتاع الكلى كريبليكتد بايس، الفون في البراند ديزيز ده مش بيطلع، مش بتلزق في بعض، هتلاقي فيه ايه؟ افكت في الاجريجيشن فبينزف، ومليان ايكيموزس كده وجلطات وبتاع. خلاص فسموه فون في البراند ايه؟ move on from the brain disease. يبقى إذا اللي هي ما فيش interaction معايا، بليدت binding بيقل، ريسبتور بنسيبها دلوقتي هنجيلها في المنتج. يبقى هي إذا يبقى بروزنج معناه بوتر زرع كده، الكيموزس تجمع دمه، مناخيره بتنزف بستاكسس. وخلي بالك من الكلمة دي، count is normal، يعني عدد البيت دايما ايه؟ كويس. ده بالنسبه لنا بيبقى صعب جدا، لو انا مش فاهم اتلخبط. هذا دكتور صباح قليله، صباح كويسه في العدد، ايه اللي حصل؟ ايه اللي جرى؟
مش عارف ايه، فده اسمه بليتلت ايه؟ اسمه اخر. نيجي للانيميا. الانيميا تعريفها بالنسبه للكلى ان يكون اقل من 13 في الراجل واقل من 12 في الست. بتبتدي الانيميا عند كام؟ ده سؤال مسكين. من اول بيضة 4 اللي هي اقل من 30 ملي بالمية دي. والاصل ان نوع الانيميا نورمال سيتك نورمال كلوك، مع ان ممكن كل حاجه تحصل عشان هي حوار اهو دلوقتي. كل الانواع تحصل. طيب في الاول ما يبقاش في اي اعراض، بعد شويه يشتكي. ايه بقى اكتر شكوى الانيميا؟ تعبان، همدان، مفيش بلاد سبلاي كفايه رايحه للاورجنز. اذا ايه؟ فتيك، ويكنس، حوار زي ديسنيا كده. خلاص؟ طيب يقول لنا بقى امتى ادور على الانيميا في المرضى؟ ده ام اس كيو برضه. لو هو ستيج 5 كل 3 شهور انت هتعالج، تدي العلاج بتاعك وكل 3 شهور تعمل تحليل. طيب لو هو ستيج 4 لو مرتين في السنه. طب لو هو ستيج 3 مره في السنه. يبقى ايه؟ دي حته مهمه جدا، المتابعه بتاعت العيان دي تكون شكلها ازاي؟ ماذا نفعل المتابعه في المريض؟ مره في السنه ستيج 3، مرتين في السنه ستيج 4، كل 3 شهور لما يجي ستيج 5. طيب اذا دي البيزك بتاعنا. طب ليه يا اولاد؟ والله الكلى بتطلع بيطلع منها ماده اسمها ريفلو بيوتين. بيوتين يعني مصنع، الاسم يعني اربوسيس. بس دي ماده بتروح البول مره بتطلع لنا الاربوسيس. والله دي بايظه، فعدد الاربوسيس زي ايه؟ ما اقدرش اقول زي ايه، بس محافظ على شكل الاربوسيس. محافظ على ايه؟ شكلها. محافظ على نسبه الهيموجلوبين جواها، فسموها كده نورمو سيتك. يعني السايز نورمو كروميك، يعني اللون كمان لونها كله كده حليوه كده احمر كده. الهيموجلوبين، لفات الهيموجلوبين تقلب اللون ده البيزك. طب ايه اللي مش بيزك؟ بص ايه اللي مش بيزك؟ الحاجات الكتيره دي اسباب اخرى عايز يقول. يعني ناخد مثال، ناخد ده الاول. اللي هي الكرونيك بلاد لوس. العيان بيفقد بلاد كتير بتاع الغسيل. اولا ممكن يجي له جي اي بليدنج. فاكرين ليه؟ مش كان بيجي له جاسترايتس؟ طيب لا، في الدياليسيس. معلش في الدياليسيس، في الدياليسيس لان انا بطلع الدم بره في الفلتر، فاحيانا يتبقى شويه دم في الفلاتر كده. ده اللي اسمه اكسترا كوربويال سيركويت، اللي هي السيركيوليشن بتاع الدرس بتاعتي. يقول لك في كل جلسه ممكن يفقد له اقل واجب 40 مللي دم كانت موجوده في الخيوط هناك كده ما اترجعتش. يبقى دي موداليسيس. لا، ده العيان بتتابع بيه تحاليل، في تحاليل كل شهر، تحليل كل شهرين، كل 3 شهور، فكل مره باخد منه عينه دم. خلاف ان ممكن يحصل له هيموليسيس. حلو، هو الكورنيك بلاد لوز ده يعمل انيميا شكلها ازاي؟ لا، يعمل مايكروسيتك. لان الكورنيك بلاد لوز الحته دي في الدرماتولوجي يعمل ايرن ديفيشنسي انيميا. الايرن لما يقل جوه البون مارو عامل زي القمح لما يقل او الدقيق لما يقل في المغز، يطلع لنا ارز صغيره كده يقول لك كفايه عليك كده. ما عنديش حديد اطلع لك الكلام ده بتاعك فيه ده، عشان العدد يبقى محافظ على العدد. خلاص، فتلاقي الارباسيز اللي عزمناها من شويه دي بقت صغيره كده. فهم سمينا ايه بقى الصغيره دي في كل حاجه؟ سموها مايكرو سيتك صغيره، مايكرو هايبو كروميك قليله اللون.
يبقى اذا ممكن تلاقي في الانمي بتاع الاصل، خد بالك بس الاصل في الانمي اهي ده الاصل بتاعها. طب مفيش حاجة تانية؟ لا، في اللص، في اللص. طيب البرودكشن ممكن يكون من ده، بص الحتة دي جيم سكيو، بص الحتة دي جيم سكيو. المين كوز عندنا كل حاجة واردة، خلاص يبقى ممكن يكون المين كوز بتاعنا اللي هي دي. لكن في حاجات تانية ساعات يبقى العيال مسدودة نفسه، صح؟ مش عامل عنده لوزي، مش عامل عنده زغطه، ياكلش. فمن ضمن الحاجات اللي مش هياكلها ايه؟ الحديد. من ضمن الحاجات اللي هياكلها ايه؟ فيتامين بي 12 محتاجينه في التصنيع، الفوليك اسيد محتاجينه في التكسير بتاع الابسيس، خلاص يبقى في ديفيشنسي. طب والديفيشنسي ده يعمل ايه؟ بص لما بيقل الفوليك اسيد ويقل الفيتامين بي 12 الابسيس بتكبر. ليه؟ لان البون مارو محتاج الفوليك اسيد والفيتامين 12 في عمليه انقسام الابسيس اللي يخليها نورمال كده في السايز تنقسم يعني. فلو انا عشان الدي ان اي سينثيز بيحتاج فوليك اسيد وفيتامين بي 12، فلو انا ما عنديش في البون مارو فيتامين بي 12 فوليك اسيد هتطلع لك قرص اكبر من الاولانيه. فدي اسمها ايه الابسط بقى؟ دي مايكروسيتك. ايه ده؟ يبقى الانيميا، الانيميا اوف كرونيك كيدني ديزيز الاصل نورموسيتك. بس والسبب في كده الاصلي برضو نقص الاريثروبوتين. الا ان كل انواع ورده، كل انواع قائمه ممكن تبقى مايكرو سيتك لو غلب نقص الحديد زي النزيف، ممكن تبقى ماكروسيتك، ماكرو يعني كبيره، خلاص. لو كان المشكله عند العيان في الفيتامين بي 12 والايه؟ والفوليك اسيد. اذا في جمله ثانيه في الموضوع ده لازم سنه خمسه يقول لك ايه؟ لما يسالونا عن الانيميا في المعشر نقول all types of anemia. لو سأل الشاب لو اداني في الامس دو اختيار خلاص وقال لي مين كوز هتطلع النورمال، لكن كلهم واردين يعني كل الحاجات دي ايه؟ وارده تحصل. لدرجه ان هو يقول لك ان استخدام الاس انهيبيتور في الانيميا بيعمل في الكرونيك ديزيز بيبوظ الاتروبيتين ريليس. ولو ان كمان في حاجات ممكن تعمل تاني اديشنال زي العلاج بس بسبب مثلا يبدو في البروتولوجي او غيره، لما العين يبقى عنده ريمك توكسنز ده ممكن يبقى ليه علاقه. لكن المين كوز زي ما اتفقنا كده ده له ثلاث خطوط، النورموسيتك هو مرتبط بالسوبريتين، هو هنا بيقول السوبريتين ممكن يقول كده ما بتطلعوش، ممكن يكون الاس ان هيبيتور، ممكن يكون التوكسنز، ممكن ايه الاسبوتين ده النينكوز. لكن في مايكروسيتك، عشان ايه المايكروسيتك؟ عشان البلاد لوس. وفي المايكروسيتك عشان ما بياكلش كفايه فيتامين دي الفوليك اسيد. تمام، يبقى دي برضه من ضمن الحاجات المهمه. خلاص كفايه كده، هتلاقي سؤال طيب ان شاء الله يوم الاربعاء نفس الميعاد ان شاء الله.